مساء الخير مشاهدينا الكرام، حكاية دائما لكل حكاية فصول وأبواب، وربما حكايتنا شارفت على الانتهاء. من هنا من مهرجان مسقط، من هنا أيضا من هلا مسقط، هذا البرنامج اللي إن شاء الله كذا كان لكم العين الثالثة في تسليط كل هذه الفعاليات، كل هذه المساحات، كل هذه الزوايا، وأيضا الأخبار المنوعة من هنا وهناك طيلة هذا المهرجان. ما باقي غير 4 أيام مشاهدينا في الوطن العربي وفي خارجه، من سلطنتنا الحبيبة في دول مجلس التعاون، نرحب فيكم من جديد في حلقة متنوعة في هذا البرنامج، وإن شاء الله يا رب تقضون برفقتنا أجمل وأحلى الأوقات من ضمن الأخبار والفقرات أيضا المنوعة، وإذا من خلال زملائنا اللي نوجه إن شاء الله التحية لهم فيما بعد. إذا خلكم معنا من الآن إلى الساعة 10 بإذن تعالى، وأيضا نمسي على الزميل حفيظ. مساك الله بالخير حفيظ. مساك الله بالخير والنور والسرور شريفة، وأرحب بكل مشاهدين الأحبة وين ما كانوا يتابعونا في إطلالة يومية من برنامج هلا مسقط. اليوم حلقتنا رقم 27، يعني السبت القادم هو ختام فعاليات مهرجان مسقط لعام 2015 في دورة رقم 15. إذا نرصد مختلف المواقع ومختلف الأمكنة التي يتواجد فيها المهرجان وفعالياته وأنشطته في حديقة النسيم وحديقة العامرات وبعض المواقع خارج ميدان المهرجان، نرصد معكم من خلال هذا البرنامج أجواء المهرجان وكل ما يدور بداخله، أجواء أيضا فيها تستمر الفعاليات وحركة الزوار وتدب هنا وهناك في بعض الأمكنة والمواقع. إذن ساعتين على الهواء ما راح نكون معكم إلا قليل، نرصد معكم شكل جديد من أشكال مهرجان مسقط في حلة جديدة. نعم، إذن الأخبار منوعة والأرصدة أيضا جميلة، ورصيدنا منذ البداية إلى الآن إن شاء الله كذا قررتم من خلاله أو شاهدتم من خلاله وأيضا استنتجتم من خلاله مشاهدين الأحبة الأماكن الجميلة اللي زرتوها أو حتى الأماكن الجميلة اللي فكرتم أنكم تزوروها. إذا معاكم مشاهدينا ومتابعينا، ونرحب أيضا بالزميلة أمجاد. أمجاد مساء الخير. مساء المحبة، مساء الوطنية، ومساء جميل يرفرف فيه عالم بلاد الزاهي بأجمل ألوانه الأبيض والأحمر والأخضر. مساء جميل ومساء رائع على كل شعب عمان الأبي من أقصاها إلى أدناها، من الشمال وإلى الجنوب، ومساء رائع على قائدنا المعطاء بابا قابوس الله يحفظه ويرعاه. اليوم يوم جديد، يوم وطني، يوم رائع، يوم دائما ما نحن يعني قريحتنا تدعونا إلى أن نعبر عما في قلوبنا، عما في صدورنا، دائما ما نعبر عن وطنيتنا، عن انتمائنا لهذا الوطن المعطى والى عمان الرائعه، وعن حبنا وولائنا لقائدها المعطى قابوس حفظه الله ورعاه. اليوم ان شاء الله تعالى راح يكون مساء جميل ورائع، راح يكون عندي لقاءات وطنيه جميله، راح نحاول ان نعبر عن حبنا بكذا عفويه وببراءه الاطفال ان شاء الله. شكرا، شكرا لك يا أمجاد، وإن شاء الله ناطرين منك لقاءات جميلة مع الأطفال إن شاء الله. شكرا لك. إذا عرفنا موقع أمجاد والحين نعرف موقع محمد المهري. دائما ما اعتدنا على محمد اختيار الزاوية. مساك الله بالخير والنور محمد. مساء الخير حفيظ، مساء الخير شريفة وكل الزملاء. إذا نقول هكذا لكل متابعي هلا مسقط، متابعي هذا البرنامج المسائي الجميل الذي يغطي فعاليات واحداث ومناشط مهرجان مسقط 2015، نقول لهم مساء جديد، نتمنى ان يكون هكذا مفعم بالحيويه والنشاط، مساء يتلالا هنا في سماء العامره مسقط. اهلا وسهلا بالجميع، انا احدثكم من هنا من مسرح هلا مسقط، هذا المسرح الذي اصبح ايقونه يوميه للفعاليات والمناشط المختلفه. اليوم ان شاء الله سيكون معنا ايضا فرقه من هناك من محافظه ظفار، سنسمع ايضا من خلالها الفنون العمانية المغناة، البرعة والربوبة والطبل وكل هذه المقومات الفنية الجميلة. نقول للجميع ومتابعي هلا مسقط لا تفوتوا فرصة المتابعة على هلا مسقط، وأهلا وسهلا بالجميع. إذا شكرا، شكرا جزيلا لمحمد المهري، ومن محمد المهري إلى محمد المشرفي اللي دائما كذا تعودنا على قصائده الجميلة وإحساسه الرائع. محمد مساك الله بالخير. مساء الخير والنور شريفة، كيف الحال؟ الحمد لله. ومساء النور للزميل حفيظ وكل الزملاء الموجودين داخل وخارج الاستوديو وكل متابعين هلا مسقط. ومثل ما عودناهم كذا بأبيات من أبيات شعرية، أقول يا حظ ناس حظهم فاق الأيام، يا حظ ناس حظهم فاق الأيام، وأنا الدقايق غالية لو تجيني، مسكين ناطر شوفتك مثل الأحلام، وأحس شوقي ذابح الوقت فيني،
النوم حالف ما يمر مدمع يدام شوفك معاند كل شي ما يبيني حرام نبقى وحدنا جنون وهيام ونعيش لحظة بالعمر مهتنيني مري فديتك مري فديتك هالجفن عمر ما نام ناطر يشوفك لو ثواني تجيني ناطر يشوفك لو ثواني تجيني الله الله يا محمد يا مشرفي جميل دائما بإحساسك جميل دائما بالكلمات التي تنتقيها في قصائدك أيضا شكرا لك شكرا 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 يا محمد وأيضا حظنا بالكوكب الجميلة من شعرائنا وكذا وشبابنا المتحمسين في خارج الاستوديو ننتقل أو نطير إلى سيف الفوري مساك الله بالخير سيف بالنور والسرور حفيظ مساك الله بالخير أيضا ولزميلتنا الرائعة المبدعة شريفة ولكل الزملاء الموجودين في حديقة العامرات العامرة طاقم العمل الموجود هناك ولكل أيضا المشاهدين الأحبة لكل من يتابع برنامج هلا مسقط في أيضا ليلة أخرى من ليالي المهرجان وفي أمسية أيضا من أماسي هذا المهرجان الذي طبعا حمل عنوان عمان تبهر دائما إن شاء الله تعالى كل الزوار كل الضيوف كل الحضور اللي شرفونا بوجودهم سواء في هناك في حديقة العامرات العامرة وهنا أيضا في حديقة النسيم العامة ينبهروا ويستمتعوا أيضا بكل الفعاليات والمناشط الموجودة سواء في الحديقتين أو أيضا المواقع الأخرى المصاحبة لمهرجان مسقط 2015 إن شاء الله تعالى اليوم يا حفيظ ويا شريف راح انتقل أيضا وأكون ما بين الناس نتعرف على الجميع التفاصيل المرتبطة بشعورهم وانطباعهم وفرحتهم أيضا واستمتاعهم بالفعاليات المقدمة بمشيئة الله دائما نتمنى المساءات تكون مفعمة بالجمال والروعة لكل أحبتنا المشاهدين ولكم خصيصا زملائي الأعزاء أكيد احنا مستمتعين أيضا بتواصلنا معك سيف وأكيد راح نتعرف على أكثر تفاصيل حول ما يدور في حديقة النسيم وكل هذه الفعاليات اللي تبدأ بشكل يومي بشكل مختلف أيضا بتجدد الجمهور والحضور والزوار إلى أروقة وزوايا ميدان حديقة النسيم وأيضا حديقة العامرات أيضا راح يصدوا لنا خلال الدقائق القائمة نفس الشكل اللي هم فيه راح ينقلوا أكيد تفاصيل جديدة أكيد لليوم. وهي تفاصيل دائما جميلة وأيضا سردها أجمل لكن إن شاء الله راجعين لكم مشاهدين الأحبة بعد هذا الفاصل عزيز الطالب عزيزة الطالبة بالصف العاشر إن اختيارك للمواد الدراسية التي ستقوم بدراستها في الصفين الحادي عشر والثاني عشر ينبغي أن تكون وفقاً لقدراتك الشخصية وميولك الدراسية والمهنية بعد تحديدك لنوع التخصص الذي ترغب في الالتحاق به يجب عليك الاطلاع على المواد الدراسية الملائمة لكل تخصص وربط التخصصات بمهنة المستقبل قبل تعبئة استمارة اختيار المواد الدراسية يجب عليك الاطلاع على دليل الطالب للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي وقراءة دليل ولي الأمر والطالب كما يجب عليك استشارة أخصائي التوجيه المهني وولي الأمر وأصحاب المهن والوظائف خلال الفترة من الأول من مارس 2015 ولمدة أسبوعين حدد خياراتك في استمارة اختيار المواد الدراسية وأدرجها عبر موقع البوابة التعليمية www.moe.gov.om مع تحيات المركز الوطني للتوجيه المهني وزارة التربية والتعليم أخي المواطن عزيز المقيم تبذل الهيئة العامة للكهرباء والمياه جهودا كبيرة لتوفير المياه بجودة وكفاءة عالية وتعمل على تحسين شبكات المياه لتلبية الطلب المتزايد مما قد يسبب نقصا في إمدادات المياه في بعض الفترات لذا تدعو الجميع إلى التعاون والالتزام بالإرشادات الآتية تخزين كميات كافية من المياه وتركيب خزانات إضافية لضمان توفر المياه خلال أعمال الصيانة الفحص الدوري للتوصيلات المنزلية للتأكد من عدم وجود تسربات فيها تأجيل بعض الأعمال المنزلية التي تستهلك كميات كبيرة من المياه مثل ري الحدائق استخدام غسالات الملابس وغسالات الصحون غسيل المركبات غسيل أرضيات المنازل وغيرها
تعاونكم واجب وطني. مع تحيات الهيئة العامة للكهرباء والمياه. ما هي الخطة التي تساعد الجهات الحكومية في تقديم خدماتها بطريقة إلكترونية؟ 1- خطة التحول للحكومة الإلكترونية. 2- خطة تقديم الخدمات. إذن ميدان حديقة العامران يزدهن بزواره، كذا يتجولون في أروقة المهرجان ويتعرفون على هذه الفعاليات التي كذا شكلت بشكل جميل ومختلف لتلبي رغباتهم وتطلعاتهم وطموحاتهم. اليوم الجمهور على موعد مع أمسية ثقافية فكرية للروائية الكويتية الأديبة ليلى العثمان بعنوان الأدب السردي النسوي بالنادي الثقافي. وبالأمس أيضا كانت في أمسية، أظن كانت في أمسية شعرية لعدد من الشاعرات طبعا من دول الخليج وأيضا من سلطنتنا الحبيبة، وهنيئا أنا أقول لحضر هذه الأمسية. أيضا اليوم حفيد راح تكون في أمسية موسيقية، مش دائما الأمسيات تكون للشعر وللأدب، هناك أمسية خلينا نقول أدبية موسيقية جميلة إن شاء الله راح تكون في النادي الثقافي. أيضا بالأمس تم افتتاح معرض السجاد الإيراني تحت رعاية الدكتور عصام بن علي الرواس، وهذه بعض اللقطات مشاهدينا عن هذا الافتتاح بالأمس لأجمل وأفخر أنواع السجاد المقدم، وهناك أنواع عديدة من هذه السجادات الجميلة لأول مرة تعرض وحصريا لمهرجان مسقط. وأنا أمس نوهت على حاجة أنه تم صنع سجاد من الحرير على شكل الكرة الأرضية. جميل. تقريبا جميل. حسب المعلومات أنه 700 شخص لمدة سنتين تمت حياكة هذا السجاد. نترككم مع هذه اللقطات مشاهدينا ثم نرجع. إذا شاهدتم معنا مشاهدينا هذه اللقطات من افتتاح معرض السجاد الإيراني اللي أقيم بالأمس، وبالفعل كانت هناك أنواع جدا فاخرة من الصناعات، صناعات السجاد اللي أنسجت أو حيكت بأنواع فاخرة أيضا من الحرير حفيظ بفندق هرمز. هرمز يعني نعم. أكيد كل بيت عماني وأظن أي بيت عربي ما يخلى من السجاد الإيراني، هذا اللي يتميز بجودته العالية عالميا على مستوى الدول. فعاليات تتنوع بي 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 يعني حسب ميول الزوار واتجاهاتهم ورغباتهم، ثقافية أدبية رياضية فكرية وغيرها. احنا ايضا نشاهد ايضا لقاء لسعادة الدكتور عصام بن علي الرواس نائب رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية، وبعدها نستكمل معكم في هلا مسقط. معرض جميل يتميز بالرونق، يتميز بالندرة في مجال تصنيع السجاد، وهناك قطع ممتازة نادرة من المدن الإيرانية. وطبعا تعرفنا على كيفية عمل السجاد من بداية الأمر من البداية للنهاية، والواقع شيء يذهل يعني المشاهدين. قطع نادرة جميلة، ألوان زاهية متميزة تستحق الزيارة، وأنا أدعو الناس إلى زيارة هذا المعرض. الخطط موجودة في الهيئة، هناك الكثير من مراكز التدريب، هناك حرفيون متميزون،
هناك إنتاج في السوق من هؤلاء الحرفيين، سواء كان أولئك الذين في مراكز الهيئة وتدربوا فيها أو بصورة عامة الموجودين في عمان. حياكة الحياكة والنسيج في عمان أيضا له تاريخ عريق، وهناك أيضا إدخال للأدوات الحديثة والمتطورة في هذا المجال، وأيضا توفيرا للوقت وتوفيرا أيضا لسرعة الإنتاج. والواقع أنه نحن مقبلون إن شاء الله في المستقبل القريب على أن ندخل ونشجع حتى نستطيع أن نضع البصمات للنسيج العماني. وأعتقد أنه هناك من الأمور المشجعة التي نلمسها والتي نتمنى أيضا هذه الجهود أن تتضافر حتى نرى هؤلاء النساجون والمهتمين أن يقبلوا على المؤسسات المتوسطة والصغيرة وأن يمولوا أنفسهم بأنفسهم من خلال هذه المؤسسات وصندوق الرفض لتقوم هذه المؤسسات بالإنتاج. هذا المعرض قائم على جهود ذاتية كما تعرف وليست جهود حكومية. إذن هذه كانت بعض اللقطات من هذا المعرض، أيضا افتتاحه وكلمة الدكتور عصام علي الرواس. بس حبيت أسألك حفيد، تعرف أنه هذه الكرة الأرضية هي عبارة عن سجاد؟ نسجة تحيكت بالحر، تعرف وين تم إنتاجها وين تم صنعها؟ ما عندي خلفية في عمان صراحة. في عمان، وكان من سنتين يعني حيكون هذه الكرة الأرضية بالشكل العالم الكروي، وإنتاج جدا رائع فعلا ومذهل، وشيء جميل أنه تم اشتراكه يعني في مهرجان مسقط. حلو حلو هذه المشاركة من الجمهورية الإيرانية الإسلامية كذا. وأيضا لمحبين الأمسيات اليوم مثل ما قلنا أنه بنوه من جديد، هناك أمسية لسوار أو فرقة سوار الموسيقية الإيرانية الجميلة راح تكون إن شاء الله في النادي الثقافي. إذن كثير من الفعاليات مشاهدينا، سواء الثقافية أيضا الصحية الاجتماعية الأسرية اللي تختص بالطفل بالأسرة في العامرات في النسيم موجودة هنا. إذن خلينا معاكم مشاهدينا ونروح لتقرير الأمسية اللي قدمت بالأمس ثم ردي لكم. ليلة تتميز بجمال وروعة عبق الكلمة، ليلة أخرى من ليالي مهرجان مسقط. هذه الليلة نحتفي بكلام شعري، والسيدات هذا المكان وهذه القاعة النساء التي خلفي يروين شعرا وقصصا رائعة بكلام منسوج بخيال رائع. سنأخذكم كعادتنا لنبحر في بحر هذه الأمسية لنأخذ أروع الكلام وأعذب القصيد من هؤلاء الشاعرات. احتضن مسرح التقنية العليا بالخوير أمسية شعرية نسائية، وذلك ضمن الفعاليات التي تنظمها اللجنة الثقافية بمهرجان مسقط 2015. جديد على اليتم، لا لست تدري بأن الفصول إذا ما طغت في الخريف تضيع أوراقها. حزين بمليون جرح. والله الأمسية الشعرية جميلة كانت جدا، يعني بالنسبة لزميلاتي أنا استمتعت جدا وأنا أسمعهم، تعرفت على طرقهم في الكتابة وأساليبهم المختلفة، فكانت كل شاعرة مختلفة عن الأخرى وهذا يثري الأمسية. ما لم تكن الأمسية محصورة في حضور يعني أيضا حضور يعني نسائي فهي جميلة إلى حد بعيد، لأن يعني يشفع لهذه الأمسية أنها وحدت النساء فقط. تنوع الأصوات من بلدان مختلفة، لدينا صوت بحريني صوت إماراتي وصوتين عمانيين، وهذا جعل في تنوع جميل في الأمسية لأن خلفيات كل شاعرة من الشاعرات مختلفة، وكان في هذا التنوع المطلوب الموجود في الأمسية الحمد لله. يقول درويش: هذه لغتي وهذا النبض وخز دمي، ولكن المؤلف آخر: أنا لست مني إن أتيت ولم أصل، أنا لست مني إن نطقت ولم أقل، أنا من تقول له الحروف الغامضة تكتب تكن، واقرأ تجد، وإذا أردت القول فافعل، يتحد ضدك في المعنى وباطنك الشفيف هو القصيد، سنصير يوما ما نريد.
سلالة الحجر القديمة أخصبت ضوءاً. وقدمت كل شاعرة جديدها من نصوص شعرية يفوح عطرها ورقي معناها، حيث تملك الشاعرات إحساساً مرهفاً عذباً ونقياً يبحر معها المتلقي بعالم الجمال المفعم بالعاطفة. ما عرفت، تخاف الذين يحيكون مصيدة من أناقتهم، فقلدت عمقي وهم سؤالك عني، وكنت نسيته في معطف لم يكن يسعك. الحقيقة أن هذه المشاركة الثالثة لي في السلطنة بعد مشاركتين سابقتين، كانت إحداهما في مهرجان صلالة والأخرى كانت أيضا في مسقط. شاركت في أمسية شعرية في النادي الثقافي والآن في مهرجان مسقط. طبعا الانطباع الأول هو أن الشاعر هنا لا يشعر بالغربة في هذا الجو وفي هذا وبين أفراد مجتمع مفعمين بحب الشعر وبحب الثقافة. وطني، وما أدراك ما وطني؟ الحقيقة بين منزلقين، كهف نايدون رصاص منكفئين، حمى اشتياق الشمس أول بقعة في العالم العربي، دائرة البياض على العمائم والسواري. هنا من هذه المنصة احتفينا هذه الليلة بأمسية شعرية رائعة، فاحت الكلمات من هنا كالورود لتنتثر في هذه القاعة. ليلة مبهرة أخرى من ليالي مهرجان مسقط بأمسية شعرية نسوية. عودة مجددة لمشاهدينا الأحبة وين ما كانوا يتابعونا، وكل من انضم معنا نقول يا حيا فيكم. حلو هذه المساحة اللي أفردت للمرأة اللي تشارك شقيقتها من دول مجلس التعاون أو من العالم العربي في كذا مساحة شعرية، واليوم أيضا الجمهور على موعد مع أمسية فكرية أدبية للروائية الكويتية ليلى العثمان. طبعا نعم. هاي أمسية شعرية جميلة جدا للشاعر العمانية شميسة النعماني، وأيضا الشاعر البحرينية فاطمة محسن، والشاعر الإماراتية صالحة غابش، وأيضا الشاعر العمانية حصة البادي. إذن هو تنوع ونسيج من كذا الثقافات القريبة العربية العمانية الخليجية، وأعطت أيضا تنوع للحضور اللي كان يحضر هذه الأمسية. ومثل ما قلت في البداية أنه هنيئا لمن حضر، لأنه فعلا أمسية جدا رائعة. أول شيء كان لكم نصيب من الأزياء، نشوف هي. أيضاً أمسية شعرية واليوم الأمسية الأدبية الفكرية. لابد من التنوع يعني. إذن نروح إلى النسيم مع سيف الفوري ونشوف إيش محضر لنا سيف. يا هلا فيك سيف. يا مرحبا بك. يا مرحبا بك يا حفيظ وشريفة، وإحنا مستمرين طبعاً هنا في حديقة النسيم العامة مع هذه الأجواء يعني الشتوية الباردة، ولكن مثل ما دائماً نقول أنها لطيفة وجميلة. الكل هنا في حديقة النسيم العامة يستمتع بجميع العروض والفعاليات المقدمة، سواء أمامي يعني قرية الديناصورات، الألعاب الكهربائية، قرية الأسرة والطفل، وهناك خلفي المعرض التجاري أو بالآخر الجهة الثانية المسرح العالمي الرئيسي. إحنا مستمرين معكم أحبتنا المشاهدين تحت الهواء، مجموعة من الناس يتفرجوا على شخص مبدع ورائع، لاعب مهارات جميل بكرة القدم. طبعا إذا تكلمت فأتكلم تحديدا عن المبدع الجميل محمد النوفلي، يعني حصلناه كذا. مرحبا بك يا محمد وحياك الله معنا في برنامج هلا مسقط. أهلا وسهلا، حياكم الله. يا مرحبا بك محمد، أنت تقوّلت طبعا في حديقة النسيم العامة قبل لا نتكلم عن موهبتك الجميلة هذه، واللي من خلالها جمعت جميع هذا الجمع الموجود خلفنا وأمامنا وعلى جنبنا. يعني تكلمنا عن الفعاليات المناشط الموجودة في حديقة النسيم العامة من خلال تقوالك، كيف شفتها؟ والله فعاليات حلوة وجميلة، خصوصا الإضافة الجميلة اللي هي الديناصورات، والحمد لله الناس مستمتعة بالمهرجان، بجواء المهرجان والفعاليات الموجودة في المهرجان. جميل محمد، أكيد أنت ما شاء الله قابل لسر رياضي، أكيد وجهتك القادمة راح تكون في الألعاب الكهربائية صحيح؟ إن شاء الله. طبعا محمد لو تكلمنا كذا نعرف المشاهدين بموهبتك الجميلة هذه، ما شاء الله الجمع من الناس موجودين وقاسين يتفرجوا عليك، كلمهم عن موهبتك بشكل عام. موهبتي هي الفريستايل فوتبول أو مهارة التحكم بكرة القدم. طبعا هذه مهارة التحكم بكرة القدم عندي من الصغر،
شاركت عدة بطولات، حصلت على المركز الأول في سلطنة عمان بطولة ريد بول ثري ستايل، مثلت السلطنة في التصفيات العالمية في إيطاليا، شاركت في عدة دول خليجية وعربية، والمشاركات مستمرة الحمد لله. ما شاء الله محمد، أنت دائما تسعى أنك تمتع الزوار جميع الحضور، سواء هناك أنا أذكرك حصلتك صدفة في مرة من المرات في صلالة أيام الخريف، واليوم أيضا أحصلك مجددا في حديقة النسيم العامة وفي مهرجان مسقط. أنت دائما تسعى أنك تمتع وتخلي الناس يستمتعوا ويتفرجوا على موهبتك هذه؟ الحمد لله، شوف هذه مهارة كرة القدم بحكم أنها لها صلة بكرة القدم، فتحصل الناس يعني كلها تتجمع حال ما يعني أبدأ العرض، كل الناس تكون متجمعة ومستمتعة بالعرض الحمد لله. حمد، من اللي شجعك على هذه الموهبة واللي خلاك تطور منها، وكيف تطور؟ خلنا نقول أيضا تشرح لنا كيف تطور من هذه المهارة. والله هذه الموهبة اللي شجعني، كنت لاعب كرة قدم سابقا، وحكم ارتباطها بكرة القدم حبيت أتفرج نوعا ما بعد ما شفت رونالدينيو والحركات اللي يعملها وبعض اللاعبين على اليوتيوب، حبيت الشيء اللي يعملوه وحاولت أقلدهم، الحمد لله مشيت في هذا المجال. وأنا أيضا نحن كلنا من متابعينك في صفحتك على الانستغرام، شفنا أيضا ما بين فترة أخرى تنزل فيديو وتذكر لنا معلومة أنه هذه حركة جديدة، يعني تتعلم هذه الحركات صحيح بين فترة أخرى؟ الحمد لله، هو شيء مطلوب أنك تبتكر حركات جديدة في هذه اللعبة بحيث أنك تنافس اللاعبين على المستوى العالمي والمحلي. هذه اللعبة عشان أنك تتفرد وتكون لاعب مميز لازم تخترع حركات جديدة خاصة بك، والحمد لله أنا ماشي في هذا المجال، وفي حركات جديدة أتعلم عليها ولازلت أتعلم عليها، في بعضها أتقنتها وفي بعضها محتاجة تمرين مستمر لأصل لمرحلة الإتقان. تحس الناس يستمتعوا لما تعرض هذه الحركات وأنهم يتجمعوا، أو في هناك أيضا يكلموك كيف قدرت أنك توصل لهذه الحركة، وهل أيضا تقدر أنك مثلا تدربنا عليها؟ الحمد لله الجمهور يستمتع، الجمهور كلهم متجمعين الحمد لله. طبعا لحد الحين ما فكرت اني اصير مدرب واعلم الناس، لاني لازلت اتعلم، ان شاء الله بوصل لمرحله ومفكر ان شاء الله افتح اكاديميه وان شاء الله اعلم الناس، ليش لا. طموحك ان شاء الله تعلى في المستقبل فيما يخص هذه المهاره؟ والله طموحي ان اكون من افضل اللاعبين على المستوى العالمي والمحلي والعربي، وحقق انجازات ان شاء الله في هذه اللعبه ان شاء الله تعالى وانتقدها يا محمد. احنا طبعا سجلناك تحت الهواء كذا يعني لمده تقريبا دقيقه، لكن احنا الحين يعني زين انه لكل المشاهدين وحصري لهم تقدم هذه الحركات المهارة الكرويه الجميله ان شاء الله. بسم الله، نشوف مع بعض مشاهدينا اذا نتابع محمد قدم هذه الحركات الاستعراضيه الجميله بالكره القدم. إذن شاهدنا بعض اللقطات من محمد النوفي لأحد الشباب المبدعين، مساحة جيدة للمبدعين لإبداعاتهم ابتكاراتهم أيضا تعطى. شوف نشاهد الآن بعض اللقطات الحية من حديقة النسيم لمحمد النوفلي. محمد له مشاركات دولية جميل، إنه ما شاء الله عليه نشط، ورغم إنه صغر سنه بس ما شاء الله عليه يعطيه العافية، وكل أتمنى إن شاء الله محمد ولأمثال محمد واللي عندهم مثل هذه الهوايات أيضا يسقلون هذه الهوايات، يمارسون هذه الهوايات، بكرة هم راح يأخذون اسم السلطنة إلى الأعلى، راح يأخذون أيضا أساميهم وأسماء أيضا أهاليهم اللي ربوهم على أيضا صقل هذه المواهب الجميلة. نحن معاكم مشاهدينا، وايضا لي اطفال عندهم من الهوايات الكثير والكثير، مع زميله امجاد. امجاد اهلا وسهلا، ونعود لنكمل تقاريرنا الوطنيه. اليوم الحلو يا شريفه ان كل طفل حب انه يقدم كذا قصيده وطنيه، اغنيه او نشيد وطني، حتى النشيد الوطني او السلام السلطاني هم حابين انهم يقولوا كذا ويعبروا عن وطنيتهم. هذا الشيء اللي عجبني اليوم. اليوم ايضا فعاليات وطنيه ان شاء الله راح احاول اني اغطيها. معي اليوم كذا مجموعه من الاطفال الحلوين، تعرفين على اسمك يا حلوه؟ حنين. وانت؟ ابراهيم. وانت؟ سعيد. وانت يا حلو ايش اسمك؟ وسام. وانت يا شاطر ايش اسمك بابا؟ وسام. من؟ وسام. وسام. وانت؟ مروة. وانت؟ خطاب. اذا اعزائي المشاهدين، الدمعة الحلوة الموجودة هني، انت في دينك علم صحيح؟ ايوه. شاركتي في الفعالية الموجودة هناك في القرية التعليمية؟ لا ما شاركتي؟ راح تروح ان شاء الله وتشاركي؟ عندك قصيدة صحيح؟ يلا نسمع القصيدة. أمانة أمانة وصل صوتي لسلطاني، أمانة أمانة وصل صوتي لسلطاني، قابوس لعل أرواحنا
تفدى قولوا له الشوق اللي شوفته أضناني شوفي ومسمعي وقلوبنا ترجع متى بيرد من ديرة الألماني وتفرح بها أمان وشعبها يلقى متى بيجينا متى بيرد قلب أمان ودواها الأب الحنون القائد الباني بكل ما فينا ناشقه ونهواه نعم قابوس نبدي وشرياني. الله 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 يحفظ إن شاء الله بابا قابوس ورد لنا بالسلامة اللهم آمين من ثمك لباب السماء. أيضا معانا كذا طفلة حبوبة عندها نشيد، عندك نشيد صح؟ أو شي خبري أنت جاية مع من؟ مع أبوي. مع أبوك تمشيت هني؟ رحتي قرية الطفل؟ إذا شوفي على الكاميرا عندك نشيد صح؟ حابة تقولي نشيد؟ يلا نسمع النشيد. رقت عيناي شوقا ولطيبتي ضربت عشقا. ها بعدين؟ أتيت إلى حبيبي. ها شوفي بابا إيش يقول؟ ها؟ فاهدأ يا قلب ورفقا لعلى حبيبي. ها خلاص؟ السلام عليك يا حبيبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كذا حلوة براءة الأطفال، هي حافظة كذا جزء من النشيد. حنا يتقول الله إياه. إذن أعزائي المشاهدين معاي هنا طفلة صغيرون، بس تخبريني عن رأيك بالمهرجان، جاي مع من؟ أبوي وأمي. أبوك وأمك، وين تمشيتي هني؟ مثل رحتي قرية الطفل؟ إيوه رحتي. والقرية الثلجية، الله وين تمشيتي في القرية الثلجية؟ إيش سويتي؟ في الثلج وتمشيت. عجبك المكان هناك؟ إيوه. ما رحتي قرية البراعم عم رسمتي في وجهك؟ لا. إيش رأيك نروح نرسم علم أنا وإنتي؟ هذا خلاص تمام؟ نروح إن شاء الله كذا بعد اللقاء أعزائي المشاهدين نرسم علم أنا والحبوبة الموجودة هني. إذا مثل ما شفتوا أعزائي المشاهدين، هذه هي مشاعر أبناء الوطن ومشاعر حبهم وولائهم للقائد المعطى ولعماننا الأبي. الآن عودة إلى الزملاء في الاستديو. إذن فنون رائعة وفنون تبهر من هذا المهرجان وأيضا من هذه التغطيات الجميلة ومشاركات الدول المختلفة. كانت هذه المعزوفة الرائعة من الفنون التقليدية الجميلة من تركيا، وكثير استمتعنا فيها صح؟ أكيد إحنا مستمتعين بالفعاليات بشكل مباشر، ننقلها لكم من خلال مسرح البرنامج. هذا المسرح نحاول كل يوم ننوع في الفرق
المستوى على المستوى المحلي او على المستوى الدولي. ايضا لقطات مباشره ما شاء الله الزوار يعني التراثيه انا متوقعه حفيظ شخصيات كرتونيه نعم. عامله قوه على فكره نعم جدا. انا ما ادري متوقع انه خلال الاربع ايام القادمه ان شاء الله راح تكون في كثافه من الزوار من مختلف الجنسيات وايضا من داخل السلطنه ومن خارجها سواء في العامرات او في النسيم او ايضا الفعاليات الشاطئيه وما تبقى ايضا من الفعاليات الثقافيه. اذا هناك تنوع جميل بس الواحد يستغل الفرصه صح وانه يحاول انه يزور هذه الاماكن. توقعت الاندروفر الاحمر محمد المهري شلها بس لساتها موجوده في المكان. اذا رحب ضيفتنا وناخذ علومها واخبارها من خلال هذه الوقفه. رحب بجوخه بنت محمد الفارسيه رئيسه فريق مسقط بالجمعيه العمانيه لاصدقاء المسنين. ارحب فيك ويا هلا وسهلا. يا مرحبا فيكم. يا مرحبا وانا سعيده اليوم معاكم هنا في العامرات في القريه يعني صراحه كاني جالسه في قريه عمانيه قديمه. نعم. يعني جميل. ما شاء الله. طبعا استاذه جوخه نحن نمسي عليك بكل خير وسرور وايضا نحن سعيدين انك انت تكوني موجوده معنا. بس انا وجه للمشاهدين انه مشاركتهم مشاركه فريق مسقط بركن توعوي تثقيفي لرعاية المسنين بركن في حديقة النسيم. حديقة النسيم طبعا هذا الركن اللي مختص بفعاليات جميلة سواء للأسرة أو للطفل. الرجل المسن أو الأم المسنة والأب المسن لهم دائما اهتمام وأيضا خلينا نقول وعي تماما للزوار أو أيضا للأهالي الموجودين والشباب والشابات. مدى وجود وعي وتثقيف كذا من قبل الركن الموجود معاكم هذه السنة؟ طبعا احنا شاركنا بالتعاون مع المديرية العامة للخدمات الصحية في محافظة مسقط بركن توعوي نعرف فيه عن الفريق ونعرف فيه عن الجمعية وأنشطتها وأهدافها طبعا. وايضا عندنا كبرنامج في وزاره الصحه برنامج رعايه المسنين. نعم. وعياده المسنين. نعم. فالقريه قريه صحيه توعويه. حلو. يعني من مختلف المواضيع. ونحن فيها ركن ايضا نعرف ببرنامج رعايه المسنين وبرنامج الجمعيه واهدافها لان في جميل. كثير ناس يفتكروا ان الجمعيه هو جمعيه دار ايواء بس نعم. احنا نبي نفهم الناس ان الجمعيه جمعيه اهليه تثقيفية. كلهم متطوعين. نعم. تثقيفيه. نعم. نثقف المجتمع باهميه الاهتمام بالمسن وان عدم يكون تهميش المسن سواء في البيت او في المجتمع. نعم. ومثل ما انتم شايفين هنا في المهرجان ما شاء الله المسن ما اخذ نصيبه في انه يعرف بانتاجه ومنتجاته القديمه. واكيد يعني. انتم من خلال وجود الزوار استفدتوا من هذا المهرجان بحيث انكم تبثوا رسائلكم واهدافكم. استاذه جوخه اكثر من فريق في كل محافظه. نعم. فريق الظاهره، فريق الداخليه الشرقيه الباطنه ظفار، ايضا فريق محافظه مسقط. نعم. هل الانشطه تختلف لكل فريق في مختلف المحافظات وليش خليتوها بشكل فرق موزعه في اكثر من محافظه؟ نعم سؤال جميل. هي الجمعيه طبعا جمعيه مقرها الاساسي في نزوه والفرق هذه كان اساس نحن نكون نقدر نوصل للمسن في المحافظات هذه اللي ذكرناها لان والنشاط نشاط يعني هي الرساله موحده لكن التوعيه تختلف من فريق لفريق حسب امكانياته حسب الظروف المحيطه فيه. طبعا نحن دائما نتوجه الى المدارس الى الكليات الى المجتمع وننتهز فرصه وجودنا في اي مكان في فعاليه مفتوحه اساسا نوصل للمجتمع. جميل. نعرف المجتمع بهالجمعيه وباهدافها ونلفت انتباه ايضا الناس باهميه المسن. نعم. لان المسن هذا من يطلع يا الاب يا الجد يا يعني العم يعني يكون واحد منا يعني اللي ما يهونوا علينا اكيد واللي نحبهم كثير. بس لو شويه زميلنا المصور يلتقط هذه الصوره هذا الشاب اللي يبوس راس هذا الوالد طبعا يكون جده او ابوه طبعا وهذا الحديث الجميل. هذه هي الرسائل التوعويه اللي انتم تحرصون على انها تكون موجوده في ركنكم وايضا في الفرق المتطوعه المنتشره في محافظات ومناطق السلطنه. طيب مدى علاقة الشباب من خلال تواجدك أنت بهذه الجمعية؟ مدى علاقة الشباب بهذه الفئة المسنة قد يكون عندهم مرض زهايمر أو بعض الأمراض اللي تخليهم ما عندهم القدرة أنهم مثلا يسيطرون على أبسط الأشياء في حياتهم وأيضا في تعاملاتهم؟ كيف تحسين أن هذا الوعي موجود؟ هو الوعي موجود بس نحن نحاول نذكرهم في أشياء
قد يكون يلتهي الإنسان فيها. نعم. يعني نعم. لأن أغلب من خلال ما اكتشفنا دائما نحن يعني نطرح أسئلة على الشباب، يقول لي طالما أبوي وأمي موجودين في البيت خلاص عادي أكل وشرب موجود. يعني نحن ينسوا الجانب الثاني الترفيهي، ينسوا الجانب الثاني المادي، ينسوا الجانب الثاني الإحساس بالألفة الاجتماعية. نعم. يعني الحين نعم. أصبح الولد يتزوج ويطلع إلى بيت وحدة، تكون زيارته لأمه ولأبوه مرة في الأسبوع. نعم. مرة في الشهر، هو يقاصر لحد ما يكون تنتهي يعني. صح صح. فنحن نبغى نقول حال المجتمع وحال الشاب، خليك دائما مع امك وابوك، لانك انت اذا باغي تسعى وتوصل للجنه لابد انك انت تكون بار بوالديك. بس ما بس حتى الواحد يتزوج ويطلع من البيت، احيانا العمل وطبيعه الحياه تخلي الواحد منشغل في اكثر من نشاط. مثلا انا اقول لك الواحد يداوم من الصباح يرجع الظهر يمكن ينام، يطلع العصر يلعب، يرجع بالليل هم بعد العشاء ينام، ينسى تماما نوعيه الترفيه اللي هم الاباء محتاجين. هذا طبعا بعض اللقطات من مشاركه الفريق على الشاشه الان مع المشاهدين. جميلة هذه الكتيبات وأيضا البروشورات، أنا شايفة في أكثر من بروشور في أسرتي مسن، وأيضا مرض الزهايمر وكيفية التعامل معه، وأيضا مواصفات البيئة المعيشية للمسن، وهذا أنا باعتقادي من أهمهم بصراحة. طبعا لأنك أحيانا تشوف كثير مسنين يتعرضوا للسقوط في المنزل بسبب أن الدرج البلاط. نعم. نحن نعلم الناس كيف يكون مفروض البيئة المنزل المسن. نعم. ما يكون بيئة المسن العادي، يعني لازم يكون هناك مهيئة البيئة تهيئة تصلح للمسن انه يعيش فيها، ما يتعرض للسقوط ولا للانزلاق. نعم. فهذه احد الاشياء اللي نهتم فيها. استاذة جوخة، احنا مجتمع محافظ مهما كان يبقى مجتمع التكافل الاجتماعي موجود في. نعم. اي اسرة في اي ولاية في اي محافظة في السلطنة معنا. صحيح. لكن هل معنا في حالات فعلا يعني الابناء بنقول انهم تبروا عن ابائهم، تركوهم وحيدين، وهل وجدتوا نفسها الحالة تبعتوها؟ نعم في كثير. في نعم. نحن يمكن لان عندنا في عمان ما في دار المسنين الحين. نعم. في وقت الحالي الا في دار عائلة اجتماعية اللي في الرستاق. نعم. لكن في عندنا اللي صاير المستشفى انه ياخذ المسن ويحط في المستشفى يغير عناوينه ويندس يدور من اهله. فعلا في هذه الحالات موجوده؟ اي في طبعا في اكثر من حاله موجوده في المستشفيات. في عندنا ايضا حاله الحين قريبه كنا تعرفنا عليها مسن في عنده اخوه، والاخوه للاسف ما يتواصلوا معه، عايش هو وحيد في البيت. ما في الا تعرف المسن لما يوصل فوق الثمانين. نعم. انا اعتبر السن 60 هذا مسن لسه قادر. نعم. ويعطي ويسوي يطلع في الحياه، لكن المسن ما بعد الثمانين هذا يحتاج من رعايه يحتاج من يراعيه. نعم. فدائما تكون الاسره يعني انا ما اقول لك انه منتشر وانما نحن نتفاداها لتنتشر. نعم. يعني لكن دوركم الاساسي مثل ما قلت دوركم الاساسي تثقيف الاسره حول رعايه المسن. نعم. كيف هذا شكل التثقيف اللي انتم تحاولوا تواصلوا مع الاسر اللي عندها ايضا مسن في البيت او نعم. مسنه في البيت؟ نعم. باي طريقه تتواصلوا معهم وما نوعيه الرسائل اللي توصلوها لهذه الاسر؟ طبعا نحن متعاونين مع المديريه العامه للخدمات الصحيه في محافظه مسقط. نعم. عندنا اللي هي برنامج رعايه المسنين، وفي عياده حاليا افتتحت في كل مركز صحي عياده خاصه للمسنين. الرساله اللي نحن نسويها اول شيء نعرف المجتمع بهذه العياده. اثنين بعد ما نعرفهم ونخبرهم لازم اول شيء ما ناخذ المسن على طول للمركز الصحي، وانما لازم انتم يا ابناء تروحوا اول شيء للمركز الصحي، اقرب مركز صحي، تسالوا المركز الصحي اي يوم موجود عياده المسنين. من ثم لما نعرف اليوم ناخذ المسن يوم خاص للمسن، يعني ما يجلس ينتظر في الانتظار. نعم. على طول يروح للمسن في العياده يعملوا له فحوصات شامله. في من خلال الفحوصات يكتشف مثلا المسن محتاج الى سماعه، محتاج الى يعني علاج معين او نظاره، هو غير قادر مثلا يشتريها. نعم. او بعض الاجهزه كرسي متنقل وكذا. في طيب. حاله انه عادي وقدرته في لشرائها يكون دورنا نحن يتحول لنا نحن كجمعيه. جميل جميل. نتعاون معه. نعم. في حاله نعم. ان العياده اكتشفت هذا المسن دائما ياتي ويسقوط عند كسر مكسور ولا اي شيء، ايضا يحولون نشوف نحن ايش الاسباب اللي خلت. يعني هل هو نعم. ما حصل نعم. يعني اهمال من البيت او عنده مشكله في البيت. نعم. في التواصل الجميل اللي بيننا وبين حلو. عياده المسنين مع وزاره
وزارة الصحة، هذا خلانا نحن، لأن تعرفي جو مسقط يقطف على المناطق، صعب نعرف على المسن وندخل البيوت، لكن من خلال هالعيادة قدرنا نحن نوصل للمسن ونساعده وفعلا نعمل له زيارة. أي مسن يأتي من العيادة متعرض أكثر من مرة لكسر، معناته هناك في خطر، تعرفون السبب. لازم نروح نشوف أيضا السبب. من خلال ما أنت البروشور اللي يبغي يعرف عن هذه الجمعية وأهدافها وأيضا مكانهم، ممكن واحد يتطوع أيضا في هذه الجمعية. الأستاذة جوخة بنت محمد الفارسي، رئيسة فريق مسقط بالجمعية العمانية لأصدقاء المسنين، شكرا لتواجدك معنا، ونسأل الله السلامة، وإن شاء الله ما تشوفون مثل هذه الحالات إن شاء الله. أتمنى إن شاء الله، شكرا. وأنا أتمنى صراحة يعني من القطاع الخاص والقطاع العام وكل الناس يعني، وهذا طبعا ما رسالة الجمعية. أصلا المسن هي دور كل جهة، كل جهة حكومية أنها تهتم في هذا المسن، لأن نحن العدد قاعد يتزايد للمسنين، ولا بد ما يعمل حساب أن نحن نهيئ البيئة الصحيحة للمسن يعني. شكرا طبعا. شكرا لكل حضورك، لكم هدية بسيطة جدا. شكرا شكرا، يعطيك العافية، وإن شاء الله يعني هدية جميلة معاكم إن شاء الله يعني. هدية رائعة، وبس نتمنى أنه المشاهدين يكونوا استفادوا كذا، وأيضا الشباب أنهم ما يهملوا هذه الفئة، ودائما الصور الجميلة اللي تذكرنا بالأهالي تكون موجودة إن شاء الله. إذا يعطيك العافية ودوركم مثمن، بارك الله فيك. إذا ننتقل الآن بشكل مباشر مع فرقة من محافظة ظفار، ونشاهد هذا الفن من الفنون العمانية الجميلة. أخي المواطن، عزيز المقيم، تبذل الهيئة العامة للكهرباء والمياه جهودا كبيرة لتوفير المياه بجودة وكفاءة عالية، وتعمل على تحسين شبكات المياه لتلبية الطلب المتزايد، مما قد يسبب نقصا في إمدادات المياه في بعض الفترات. لذا تدعو الجميع إلى التعاون والالتزام بالإرشادات الآتية: تخزين كميات كافية من المياه، وتركيب خزانات إضافية لضمان توفر المياه خلال أعمال الصيانة،
الفحص الدوري للتوصيلات المنزلية للتأكد من عدم وجود تسربات فيها، تأجيل بعض الأعمال المنزلية التي تستهلك كميات كبيرة من المياه مثل ري الحدائق، استخدام غسالات الملابس وغسالات الصحون، غسيل المركبات، غسيل أرضيات المنازل وغيرها. تعاونكم واجب وطني. مع تحيات الهيئة العامة للكهرباء والمياه. إذن فرق جدا جميلة من الجنوب، وأيضا أنا اليوم داخل للحديقة كانت هناك أيضا عند الركن المخصص للإذاعة لإذاعة الشباب أو برنامج الشباب فرقة من الشرقية كانت جدا فنون رائعة، وجلست فترة أشوف وأستمتع بهذا الفن الجميل. وأيضا ندعو زوارنا وأيضا مشاهدينا أنه يجون وأيضا كذا يستمتعون مثل ما نشوف بعض هذه اللقطات، هذه الفرقة التي أتت من الجنوب من محافظة الظفار، وهكذا هي عمان متنوعة بثقافتها وفنونها وتقاليدها وأيضا أنغامها الجميلة. اليوم الزميل محمد المشرفي محضرنا نوع من العلاجات القديمة، بس خلنا نشوف وصل للمكان ولا لا. محمد مرحبا شريفة، أهلا وسهلا، كيف الحال؟ بخير الله يسلم. من ما تكسر هو صغير وطاح وتعالج وراح مع المجبر. يعني اليوم معنا دكتور عظام السلام. بس بالطريقة القديمة. معنا الوالد مالك من سعيد الغزيلي، كيف الحال الوالد؟ الحمد لله. كيف صحتك؟ طيب الحمد لله ونعمة. الحمد لله، الله يعطيك العافية. شعلوم ابدا شي اخبار ديارك؟ يا حي مرحبا. ماشي علوم؟ ماشي اخبار؟ يا حي مرحبا. الوالد انت طبعا دكتور مجبر، يعني الله يخليك. بس الوالد تعرفنا وتعرف المشاهدين من وش تتكلم، يعني تتكون هاي التجبيره، وش المواد هذه؟ من الشوع. من الشوع؟ نعم. وغيره؟ ومن العسق هذا، من النخيل وزيت. ومن وين تجيبوا الشوع؟ من الجبل. من الجبل؟ نعم من الجبل. سهل تحصلوا يعني ولا صعوبه؟ صعوبه نطلع له، صعوبه. اذا سر التجبيره ممكن اللي الشوع. نعم الشوع، الشوع اللي هو الجبروبه. ممكن الكسر. الكسر نعم. اذا ممكن تعرفنا كذا ونعرف مشاهدينا كيف هذا الولد عندك منكسره؟ نعم هو منكسر هذا. علامك؟ والله منزحت فوق الطاقه المزرعه. ايوه هذا الحين يمثل على الصباح. ايوه مسرع. الله اشوف يدين سخنه هنا، سخن يدين، واجد سخن يدين. يا الله وجاي اليوم حياتي. ما جيت اليوم صباحا، ما جيت يوم مات بحيث عاجينا اليوم تو بعد العصر. بعد العصر؟ يا الله منكسرة؟ منكسرة. شو منكسر؟ شو منكسر؟ كسر. يا الله يا صوب؟ كذا واجد منكسرة. شو منكسر؟ العظم منكسر. منكسر طايح اليدين؟ يا الله كذا كان نقعتي. نقعت؟ ما طيحت اليدين كذا طح على صوب نقعتي. زين كيف بتعالج الحين؟ ايش بسوي له؟ بامسحه. زين وبعدين؟ من امسحه هبره. من التهبير اسوي له هذا العسق. وبعدين من هبرته وتوحيت يعني بتمسح الحين؟ امسحه. طبار صبار جت تلوى. شو صبر. واحد 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 واحد. شوف العظم، شوف كيف عين، شوف شوف العظم، شوف شوف العظم كيف، شوف ما ينقع العظم، شوف شوف الكسر كيف. اللي هو منكسر؟ ها شوف منكسر. صبار صبار صبار. زين كيف 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 تعرف انه هو منكسر؟ العظم منفص. شوف منفص. ايه شوف شوف العظم منفص. شوف العظم منفص، لازم يعترف. لكن فلت العظم ما اذا فلت العظم تشوفه موجود بعد ما... ايوه شوف يعني اذا كانت كسر لازم يعرمك الكسر، شو كسره، ولازم تمسحه يرجع العظم على العظم. لازم العظم يرجع على العظم وتهبره، من دمت اني ما راجع العظم على العظم ما يتهبر. لازم تمسحه والعظم يرجع على العظم، ومن نرجع العظم على العظم تهبره بالشوع تهبره، ومن هبرته كنت سويت له هذا العسق صوبين
من سوات الله العسك هذا ربط عليه خلق مربط عليكم ماي لو في الماي لان لا في الماي بيضيع ان شاء الله. احسنت الوالد جزاك الله خير. لنكمل اعزائي المشاهدين نكمل الوالد يكمل العمليه ماله نستكمل باقي فقراتها لو مسقط. شكرا لك يا محمد. واكيد هذه الاجراءات الطبيه الجميله التقليديه الرائعه ياخذ لها شويه وقت لكن اكيد المشاهد العماني بالاخص يعرفها وايضا المشاهد خارج الوطن ربما تعرف عليها وهي نوع من العلاجات الطبيه التقليديه الجميله. اذا مشاهدينا خلكم معنا في هلا مسقط ولنا عوده. مشاهدينا الكرام متابعي برنامج هلا مسقط اسعد الله مساءكم بكل خير وسرور. احنا متواجدين اليوم في ميدان المهرجان بشاطئ السيب فعاليات مختلفه يحتضنها هذا الموقع الجميل فعاليات مناشط مختلفه فعاليات رياضيه حاضره اليوم في الفعاليات المقامه اليوم هنا في ميدان المهرجان بشاطئ السيب. خلونا نتعرف على هذه الفعاليات ونشوف المتسابقين اللي راح يفوزوا معنا بالجوائز. وهلا مسقط. مشاهدينا ومعنا اصغر حكم ما شاء الله يعني قاعد يتابع المتسابقين. تعرف عليك؟ منذر. منذر خبرنا انت ايش قاعد تسوي؟ ايش شغلتك في ركن التسليه؟ احكم المباريات. مباريات إيه. خبرنا كيف طريقة المشاركة في المباريات؟ تروح هناك تشارك تدفع ريالين وتلعب مباراة ضد شخص. يعني في شخص يدفع وشخص ثاني يدفع وانتوا تجمعوا بينهم بشكل عشوائي وبعدين يلعبون. ايوه. وانت ايش دورك تحكم؟ كيف يكون حكم؟ يكون احكم اللي يفوز يتأهل مباراة ثانية يلعب مباراة ثانية يلعب الدور الثاني دور 16 دور 8 بعدين يلعب النهائي. ايوه. ايش الجوائز؟ جوائز المركز الاول 400 مركز 400 ريال. ايوه. المركز الثاني 300 ريال والمركز الثالث 200 ريال. 200 ريال يصير انا والسلماني نشارك؟ ايوه اكيد. ندفع ريالين ولا ببلاش؟ ريالين. الفعاليات الشاطئية توقفت لفترة طويلة من 98 توقفت وبعدين بدأت مرة ثانية بداية بطريقة مختلفة. سنة كم رجعت الفعاليات الشاطئية مرة ثانية؟ 2000 وكم؟ 2010. 2010 و10 لا خطأ 2013 بالضبط. كانت توقفت الفعاليات لفترة من الزمن 4 إلى 5 سنوات رجعت مرة ثانية في عام 2013 الفعاليات الشاطئية ونلاحظ فعاليات كثيرة وبعد شوي راح يكون القفز الحر. إن شاء الله مبسوطين؟ إن شاء الله الحمد لله. الفعاليات إن شاء الله عاجبتكم؟ ممتازة والله بس ما أشوف كثير حركة يعني. لا الناس توها مبيون. إجابتك الإجابة الصحيحة فزت معنا ب50 ريال مقدمة من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. شكرا لك. مشكورين أحسنتم. متواصلين معاكم مشاهدينا وخلونا نشوف الفائز الثاني. انت تتابع الرياضات؟ تتابع رياضة كرة القدم، كرة السلة؟ والله احيانا ما اعرف. زين كرة السلة كم لاعب فيها؟ كم لاعب يلعب في الملعب؟ ما اعرف بالنسبة لكرة السلة لا ما عندي. بالنسبة لكرة السلة ما عندي فكرة. زين انا بعطيك خيارات. زين؟ 5 أو 6 أو 7 6 ما عليك منهم؟ ما عليك منهم. ستة. متأكد؟ ما بتغير؟ ما بغير لا. لا ما بغير. زين إجابتك خطأ اسمح لنا. ما في خيارات؟ أعطيك 6 والله 5 والله 7 5 سمعت كلامه هو قاعد يحلف.
ستة والله خمسة. خمسة. ها؟ خمسة. خمس لاعبين. إذا مسابقة كرة السلة خمس لاعبين في الملعب. إجابتك الإجابة الصحيحة وهذا جائزة من التلفزيون 50 ريال. ألف مبروك. شكرا لك. عفوا. مشاهدينا وصلنا معاكم لختام حلقتنا. إلى حلقات ثانية. مع السلامة. ما هي الخطة التي تساعد الجهات الحكومية في تقديم خدماتها بطريقة إلكترونية؟ 1- خطة التحول للحكومة الإلكترونية. 2- خطة تقديم الخدمات. إذن هذا مهرجان مسقط فرصة جيدة للالتقاء والاستمتاع، أيضا فرصة جيدة للتواصل الحضاري والفكري والثقافي ومعرفة أيضا أفكار وآراء الآخرين حول كل ما يدور في هذا المهرجان، وأيضا مشاركات دولية هي جزء من شكل هذا المهرجان في منظومته الجديدة. معنا أكيد ضيوف في برنامجنا لليوم. طبعا العلاقات الدولية بين عمان وأيضا الدول الشقيقة والدول العربية وغير العربية علاقات جدا ووطيدة، وهنا أيضا مثل ما نشوف مشاهدين أنه مساء اليوم تم افتتاح هذا الركن الخاص بهذه الدولة اللي راح إن شاء الله نتكلم عنها وأيضا عن علاقاتها، نتكلم عن العلاقات العمانية الصينية. ومثل ما شايفين هذا المعرض الصيني بكل مزاياه الجميلة وأيضا بكل التقنيات الرائعة وأيضا الملابس الإكسسوارات الحرير التي تشتهر به أيضا الصين، الصين العظيم، وأيضا الفخاريات وأيضا النقوش. إذن مشاهدينا معكم راح نلتقي بالبروفيسور بسام وهو عميد كلية اللغة العربية بجامعة الدراسات الأجنبية ببكين الصين. أهلا وسهلا بروفيسور. أهلا وسهلا. وأيضا نلتقي معكم بالبروفيسور يان تشونغ نيان وهو باحث في أكاديمية العلوم الاجتماعية ببكين. أهلا. هاي هاو ار يو. اهلا وسهلا. طبعا والمترجمه راح تكون معنا لانها غير ناطق بالعربيه او باللغه الانجليزيه وانما بالصينيه. اذا بروفيسور اهلا وسهلا بكم في عمان وايضا في مهرجان مسقط. شكرا. اهلا وسهلا. بروفيسور جميل هذا التواصل بين الثقافات والدول. اليوم مهرجان مسقط جمع واختصر الزمان والمكان في موقع واحد والعاصمة مسقط. اجتمعتم أنتم كدولة أيضا تهتم بالصناعات والثقافات وغيرها في السلطنة في مهرجان مسقط. إلى أي مدى أهمية هذه اللقاءات الفكرية الثقافية والاقتصادية بين هذه الدول؟ أتحدث عن علاقات بين الصين وعمان. نعم. طبعا الصين طول اهتمام كبير بعمان رغم أن الصين بلد كبير من حيث المساحة ومن حيث السكان. نعم. في المقارنة إلى عمان. نعم. ولكن عمان بالنسبة للصين لها أهمية خاصة. أولا يعني في 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 قديم زمان كان طريق الحرير البحري. نعم. كان يربط بين عمان وبين الصين وهذا نعم. معروف. نعم. ونحن نعرف أن سحار وظفار كان من المحطات الهامة في طريق الحرير البحري. وفي الصين هناك محطة غوانجو معروفة وهذا قديما. حديثا عمان من الشركاء التجارية الهامة بالنسبة للصين. فعمان هي تعتبر ثالث أكبر دولة من حيث ثالث أكبر مصدرين نفط للصين. ما شاء الله. يعني هناك
علاقاتها وثيقة قديمة وحديثة. وحديثة. نعم. إذا توطيد هذه العلاقات خلنا نسأل البروفيسور يان تشونغ يان عن مدى العلاقات وأيضا ارتباط الصين بسلطنة عمان من حيث العلاقات التجارية والاقتصادية، مدى قوتها؟ 问一下您，这个中国和阿曼的这个历史，您知道是从什么时候开始的？然后这个中国和阿曼的商业的交往，然后那有什么重要性？中国阿曼的历史非常悠久，我们中国马上要过一个新的年，这个年的标志是羊，羊的年，是吗？ تدريب العلاقات بين الصين وعمان بجذورها إلى قدم التاريخ، وأيضا سوف يحل السنة الغنم، وتصادف لأن هناك حيوان رمزي لكل سنة، وتصادف هذه السنة سنة الغنم. نعم. جميل. 就把野的羊人工的驯养，大约5000年左右，后来就传到了中国。所以这个羊的年，中国和阿拉伯之间和阿曼之间非常悠久。فحسب التسجيلات التاريخية كان الإنسان يبدأ ترويض الأغنام البرية قبل 10,000 سنة في المنطقة العربية، ثم انتقل هذا الطريق لترويض الأغنام البرية إلى الصين قبل حوالي 5,000 سنة. ما شاء الله. وأعتقد أن هذا تبادل ثقافي بين الصين والدول العربية، وأعتقد أن هناك تبادل وتشارك بين الصين والدول العربية. 2000年以前，海上的丝绸之路，中国和阿曼就有了联系。 وأعتقد أن الطريق الحرير البحري قبل 1,000 سنة يرتبط الصين بسلطنة عمان، وذلك التاريخ بين الصين وعمان. وأعتقد أن العلاقة الودية تستمر حتى اليوم في سنة 2025. نعم بكل تأكيد هناك علاقات وطيدة بين الصين وعمان. بروفيسور بسام، طبعا نحن نشوف الآن على الهواء مباشرة افتتاح الركن الخاص بالصين وأيضا بمنتجات الصين، لو تحدثنا ما هو الجديد عن مشاركتكم، وأنتم سبق وأن شاركتم ودائما تشاركون معنا، ولكن هذا العام ما هو الجديد في هذه المشاركة؟ في هذا العام نحن أتينا ب فرق كثيرة، يعني مثلا فرقة لإعداد الشاي الصيني، وأيضا فرقة لعرض فن التطريز الصيني. جميل. وأيضا فرقة للمقصوصات الورقية الصينية. إلى آخره. بالإضافة إلى هذه الأشياء نحن لدينا وفد كبير يتكون من أكثر من 20 شخص شاب صيني. ما شاء الله. يقدمون عرض كونفو. قبل قليل نحن شاهدنا كونفو، وأيضا رقصة النين المشهورة في الصين. نعم. إضافة إلى ذلك خبيراني يقدم يتواصل مع جمهور العماني من الناحية الفكرية. جميل جميل ما شاء الله، متمكنين شريفة في اللغة العربية. نعم ما شاء الله. أكيد في المفردة واللغة جميل جدا. شكرا. بروفيسور يان تشونغ، قبل حضورك وزيارتك إلى السلطنة أكيد قرأت عن السلطنة من خلال الكتب، وأثناء زيارتك للسلطنة ما هي الفكرة التي تكونت لديك شخصيا وانطباعك حول المقومات السياحية وغيرها من المعالم البارزة التي ربما تتمتع بها السلطنة؟ 我第一次到阿曼，所以我非常高兴。我到阿曼来正好赶上中国的新年，中国的新年羊年呢，意思是吉祥、喜庆、丰收和团聚。هذه المرة الأولى لزيارة عمان، فأنا مسرور جدا لحضوري في هذه المهرجان ولزيارة هذه البلد الجميلة. تصادف هذه الفترة العيد الربيع في الصين التقليدي في الصين الآن، وهذه السنة سنة الأغنام،
فترمز على غنم في سن السعادة والبركة وحسن الحظ، وأيضا اجتماع الأسرة معا في سن، فكل هذه المعاني الجميلة في سن. شدي حيلك وتعلم صيني. اي اي بروفيسور بسام، يعني انت عندكم الان مثل ما عرفنا من المترجمة الربيع الصيني، وهو اللي يرمز معاكم عن مدى العلاقات الجميلة بين الأسرة في الصين عندكم، وايضا عن السعادة والى اخره. هل حرصتم على تواجد ايضا جزء ولو بسيط من الربيع الصيني في مهرجان مسقط او في الركن المخصص لديكم هنا في المهرجان؟ نعم طبعا، مثلا ما ذكرته من رقصة النين، نعم، هي عادة شائعة يعني تقدم في اثناء عيد الربيع، نعم، لذلك نحن اتينا بفرقة رقصة النين، نعم، لكي يشارك نعم. الشعب العماني، نعم، الشعب الصيني في هذا الفرح، جميل، في فرح العيد، جميل، نعم، جميل. ونحن نرى الفرحة يعم كل المناطق في داخل، نعم، هذه، نعم، الحديقة. هل هناك زوار من المهرجان يجوا عندكم أو يأتون لديكم إلى الركن الخاص بالركن الصيني كثير، يسألوكم عن بعض الأشياء والمقتنيات الجميلة اللي هم يرغبون في اقتنائها أيضا؟ صحيح يوميا. مثل ماذا هذه؟ يوميا الركن الصيني مليء بزوار من شعب عماني وأيضا المواطنين عماني، إضافة إلى عمانيين هناك، نعم، أيضا جاليات أجنبية، نعم، المقيمة في عمان، نعم، يسألون كل شيء عن حرف يدوية صينية، عن أسلوب إعداد الشاي الصيني، سلام، كل شيء. وأيضا لدينا مدرسة جميل، ما شاء الله، ما شاء الله. بروفيسور، مع تقدم الآن العالم في التكنولوجيا والتقنية وغيرها، لكن دولة مثل حجم الصين العظيمة، دولة أيضا ما زالت تحافظ على عاداتها وتقاليدها ومهنها الحرفية وتقدمها بالدليل في هذا الركن كما هي قديما، ونشاهد شكلها من خلال الركن الصيني.我看到他们阿曼，马斯克特，天非常蓝，海碧绿碧绿的，建筑呢白色的、米黄色的，非常漂亮，马路整整齐齐的，特别阿曼人，非常和善，非常善良，非常热情友好，给我留下了很深的印象。我想我们北京人、马斯克特人、中国人和阿曼人。 会永远友好下去。啊，阿拉斯塔斯，我都安有对付巴德阿拉西亚里因特巴尔希，安尼安尼拉马丁娜。嗯哼。啊，可，亚拉阿拉亚拉阿拉安娜阿拉马斯卡德马丁娜，真美了。啊，里安娜哈特达麦尔斯比勒马纳斯勒真美了，撒哈里亚，我爱的安娜马巴尼阿拉真美了，在他阿拉克萨伊斯高米亚。 我是阿尔图比安娜阿尔沙布欧曼特达马托比哈亚丁萨埃的，我也带出比沙克西亚蒂拉蒂法，我爱端阿托马尼亚沃胡杜，法安娜马斯鲁勒沃斯埃的吉丹里胡杜里胡纳里穆沙拉卡蒂法的马哈拉镇。穆沙安娜。大清真寺，王宫的建筑，我们感到很振奋。 我还端有的还是那安娜安娜祖鲁安马斯马嗯安马斯哲的高布斯，我还端那个奖牌了，那么真美了，啊，我还有的还是那我那努马斯努鲁吉丹里斯亚拉提哈这些安马纳兹了。那，我要告诉中国人，阿曼人民是伟大的。嗯嗯嗯。爸爸的。 جميل جميل جميل، يعني هذا انطباع طبعا البروفيسور يان تشونغ نيان، بس انطباعك انت بروفيسور بسام، انا ما اعرف هل اول مره انت تجي او انه سبق واتيت الى عمان، وايضا انطباعكم الشخصي على ما رايتموه من معالم حضاريه وثقافيه، وايضا هناك بعض المعالم التي ربما فيها امتزاج بين الصين وعمان من حيث بعض التقاليد أو الفنون التقليدية. أولا أنا موافق تماما على ما ذكره بروفيسور نيان. نعم. زرت بلدان عربية كثيرة وبلدان خليجية كثيرة أيضا، ولكن فوجئت بجمال عمان. جمال عمان، أنا أخبرته جمال عمان يختلف عن بلدان الخليج. هي بلد هادئة. هادئة ليس من حيث شوارع إلى آخره، ولكن شعب عماني حتى لا نسمع من
تحدث بصوت عالي كما هو الحال في بعض البلدان العربية مثلا. وأيضا حبها للنظافة. نعم. وأيضا الشعب العماني مؤدب وحرصه على التراث والعادات القديمة مثلا. ونحن كما نلاحظه يوميا يعني اهتمام الشعب العماني بتراثه وبعاداته. نعم. وهذا البساطة والتواضع تتجسدان أيضا في السياسات العمانية الداخلية والخارجية وأيضا حتى في أسلوب المعماري العماني. نعم. فعلا يعني جملة القول نحن نحب عمان هذا البلد العربي. نحن أيضا نحبكم كثيرا. بروفيسور يان تشونغ يان، كلمة توجهها لمتابعين ومشاهدين البرنامج وتدعوهم أيضا لزيارة المعرض والتعرف على المقتنيات وما تقدموه من معروضات في الركن الصيني. 就是您给这个电视台还有阿曼的观众就是说几句话，就是祝福还有致谢的话。我到阿曼这次非常感谢阿曼人民对我的友好接待，我回去要告诉中国人。 阿曼人对中国非常友好，我们是好朋友，希望我们朋友友好，世世代代传下去。فأشكركم شكرا جزيلا للضيافة الحارة في هذه المرة، وسوف أخبر أصدقائي وأهلي بأن الشعب الصيني صديق، وأنا أعتقد أن علاقة الصداقة سوف تستمر جيلا بعد جيل في المستقبل. إن شاء الله إن شاء الله. 我回去还要写文章，还要在中国电视台上讲中国和阿曼人民的友好。وبعد عودتي سوف أكتب مقالات لأحكي القصص في الأمان، وسوف أقوم بعض الندوات والمقابلات على التلفزيون الصيني. طبعا نحن سعيدين جدا بوجودكم معنا، وسعيدين أيضا أنه أنتم استانستوا بزيارتكم أو سعدتوا بزيارتكم معنا في السلطنة، وإن شاء الله تتكرر هذه الزيارات والمشاركات. نحن طبعا نشكرك البروفيسور بسام عميد كلية اللغة العربية بجامعة الدراسات الأجنبية ببكين الصين. شكرا شكرا لك لزيارتك معنا. وأيضا البروفيسور يان تشونغ يان وهو باحث في أكاديمية العلوم الاجتماعية ببكين. شكرا لك شكرا لك، وأيضا شكر للمترجمة. إذن مشاهدين الأحبة، هكذا هي العلاقات الوطيدة بين عمان، وأيضا العلاقات الوطيدة بين عمان والدول الشقيقة أو الدول العربية وغير العربية، هي بحكمة قائدنا المفدى ربي يحفظه ويرده لنا سالم غانم. إذا مشاهدينا لنا تواصل بعد هذه الفقرة. لكم مجددا أعزائي المشاهدين أينما كنتم تتابعون هلا مسقط. طبعا أنا حاليا موجودة في مسرح القرية التعليمية، هذا المسرح اللي طبعا يقام عليه الكثير من الفعاليات الوطنية والفعالية التي تبرز مواهب الأطفال والشباب. طبعا من ضمن المحاور اللي طبعا تعنى بها القرية التعليمية وتحرص على توصيلها وبثها إلى الناس من خلال مشاركتهم في مهرجان مسقط هو محور المواطنة. وإحنا اليوم عندنا كذا
فعالية جدا جميلة مقامة في القرية التعليمية تحديدا في المسرح وأيضا موجود في القرية التعليمية. للتحدث أكثر عن هذه الفعالية معنا الأستاذة نجمة الجابرية، راح فيك أستاذة فيها لا بسقط. مشكورة أخت أمجاد، وشكر لكم ترحيبكم وتقديمكم دائما للفقرات اللي عندنا اليوم. عندنا إن شاء الله في المسرح عن محور المواطنة بالأخص، وأيضا بيتم تغطية محور القراءة ومحور حماية البيئة وأيضا محور المواطنة وحماية البيئة وجميع الأمن والسلامة أيضا. فأيضا في المسرح اليوم عندنا فقرات متنوعة، المحاور الأربعة، وفي الخيمة اللي تتفضلوا أيضا عندنا ركن خاص عن المواطنة تشارك به مدرسة المسرات، ركن خاص للموروثات التقليدية، الأزياء العمانية، المأكولات الشعبية عندهم. أيضا بالنسبة للمسرح أيضا أرجع لمدرسة دانة المعارف والرجاء، هم اليوم مشاركين عنا. وأيضا بعد ما تخلص فقراتهم بإذن الله عندنا المديرية العامة للتربية والتعليم محافظة مسقط أيضا بيشاركوا معنا في المسرح. وأيضا عندهم ركن في الخيمة في القرية التعليمية يوعوا الأهالي والأسر عن البوابة التعليمية وفي توزيع للنشرات التربوية الموجودة أيضا. طيب خلينا نركز أكثر على محور المواطنة، تكلمينا عن هذه الفكرة، كيف نمت عندكم، كيف حاولتوا أنكم تجسدوها كذا بطريقة جميلة للأطفال وللزوار؟ طبعا كفريق دائما في اجتماعاتنا نرتقي ونستحدث الأفكار، فارتئينا هذه المرة أنه نجدد في المحاور. الأمن والسلامة هذا محور دائما موجود يعني طيلة 3 سنوات كمشاركة من قبل المديرية، فارتئينا أنه نطور شوية في المحاور أو أنه نستحدث فعلا محاور بحيث أنها فعلا تخدم المجتمع ونوصل بها رسائل تربوية وتعليمية وأيضا ترفيهية بشكل عام، هنا خدمة مجتمع. فبالنسبة لمحور المواطنة ارتئينا أنه كيف يعني نغرس محور المواطنة وكيف نغرس قيمة الوطن وحب القائد وحب السلطان وحب الوطن في نفوس المجتمع بشكل عام، وليس يعني الأطفال بالأخص والمجتمع بشكل عام. حتى أنه في أول يوم كان عندنا مدرسة الطلائع الواعدة عملت لوحة جدا رائعة اسمها كلنا قابوس، وفيها 120 عبارة كتبت من قبل الزوار في حب الوطن والقائد. والأروع من كذا أنه ما فقط باللغة العربية وإنما حتى الجاليات الأخرى كل كتب بلغته اللي يعيش على هذه الأرض الطيبة. طيب إحنا دائما ما نتعود لما يكون عندنا كذا حفلات، عندنا مناسبات دائما ما يقدم قدموها يعني شوية الكبار، فاليوم أنا قاعدة أشوف إنه يعني اللي قدم الحفلة واللي يقوموا بالرقصات الشعبية وبالفنون الشعبية وإلقاء الشعر هم الأطفال، فهل هذا يعتبر عامل جذب للزوار؟ أكيد بالنسبة للأطفال ما شاء الله، إحنا لما ارتئينا أو إنه هذا المحور بلغنا المدارس ورسلنا لهم رسائل بحيث إنه يعملوا لنا فقرات متنوعة في المحاور هذه، المحاور المواطنة، القراءة، الأمن والسلام، حب البيئة. ولكن بالنسبة للمواطنة فعلا أحس إن المدارس وحتى المؤسسات الهيئات يعني أبدعت فيها. أكيد إنه حب الوطن وحب القائد هذا شيء مغروس فينا، فيعني الصورة اللي أخرجوا بها هذا الحب وهذا العطاء في هذه يعني شوف الأطفال يقدموا فقرات جدا رائعة من قصائد، من فقرات متنوعة، من موروثات تقليدية. فحلو كثير أن نغرس في الأطفال، هم فعلا يعني يقدموا هذه الفقرات، ولكن أكيد بينغرس فيهم هذا الشيء. وانتوا عطيتوا يعني مساحة جدا كبيرة للأطفال، خليتهم هم اللي يعتمدوا على نفسهم، وهذا الشيء اللي احنا نحرص عليه. تكلمي شوية عن هذا الشيء، أن انتوا يعني خليتوا اعتمادكم على الأطفال. بالنسبة لتمثيل الأطفال على المسرح وتقديم فقراتهم، أكيد الأطفال يقدموها بكل عفوية، تحس إنه ترتيب الأطفال وكذا فيقدموها بكل عفوية فعلا، ولكنها جدا رائعة. والمهم والأهم من هذا كله إنه نغرس فيهم الثقة، ننمي فيهم الثقة بنفسهم، اللي يطلع يتكلم عن قصيدة، اللي يقدم فقرة، الحين قبل شوية كان عندنا عن فن البرعة، يعني فشيء رائع. يعني ما نقدم فقط كفنون ولكن من جميع المحافظات نقدمها، نحاول نقدمها بطريقة جدا رائعة بحيث أنه السلطنة من الشمال للجنوب كلها تعبر عن حب الوطن والقائد. وهذا هو جميل أنه الاختلاف في الفنون الشعبية العمانية والاختلاف في يعني فنوننا الجميلة في قصائدنا، والآن حاليا في عرض جميل يقام من ضمن الأطفال. كلمة أخيرة حابة تقدميها للمشاهدين والزوار. قبل كذا بس اعطيني فرصه لو سمحت، انا بغيت اقول انه ايضا في الخيمه عندنا غير عن المعارض والموروثات التقليديه ايضا تقدم ورش للاطفال عن الصناعات الحرفيه، بحيث انه ما ينظروا فقط لا وانما يجربوا يمسكوا الخامات، يجربوا حتى انه كيف يعني يعمل هذا الشيء، فيعرف اسم الحرفي، يعرف المواد والادوات المصنوعه منها، يعرف اسم المنتج، حتى لما يشوفه في السوق مثلا تنمي عنده حتى احترام وتقدير هذه المهنه. الكلمه الاخيره اللي حابه اوجهها انه شاكره لكم كثير تغطيتكم للقناة
القرية التعليمية سواء كان في الإذاعة أو في التلفزيون، وأوجه أيضا دعوة للزوار الكرام أنهم يتفضلوا عنا، وإن كان فعلا بقى أيام قليل في المهرجان، ولكن الفقرات بجميع محاورها متنوعة، ونتفضل نتشرف بزيارتكم. واجبنا هذا أكيد، واجبنا أنها طبعا نحرص هذا الشيء. أنا دخلت إلى القرية التعليمية ودخلت إلى المسرح، فعلا في أشياء جميلة تتحدث عن الوطن من خلال الخامات، الملابس العمانية، الهريس والحيوة العمانية والقهوة العمانية أكيد، وكانت يعني حاضرة، وهذا الشيء هو اللي يعني يعدي طعم للزوار. إذا أعزائي المشاهدين، من بعد هذا اللقاء هذه دعوة لكم أنكم تزوروا هذه طبعا الفعالية الموجودة هنا. الآن عودة إلى الزملاء في الاستديو. إذن احتفالية جميلة ومشاركة جدا رائعة وفقرة أيضا رائعة يا زميلتنا أمجاد. أنا بس حبيت أشكر البروفيسور يان تشونغنيان، أهدانا هذا الكتاب، هذا اسمي بالصيني شريفة، أهدانا هذا الكتاب اللي فيه كثير من الفنون والتقاليد الجميلة، يتكلم عن السيتي وأيضا المهم يعني الملقطات أو المحفوظات الصينية الجميلة وأيضا الثقافة الرائعة في هذا الكتاب. من زميلتنا أمجاد إلى الزميل سيف الفوري في النسيم. سيف، وين موقعك الآن؟ موقعي شريفة ويا حفيظ في المعرض والسوق الاستهلاكي بحديقة النسيم العامة. مثل ما ذكرنا لكم نحاول قدر الإمكان ننتقل من موقع إلى آخر، كان المعرض التجاري جنبنا فعلى طول دخلنا كذا نتعرف على أيضا المحلات الأخرى الموجودة هنا في السوق الاستهلاكي الموجود بحديقة النسيم العامة بميدان المهرجان. دائما نقول أكثر من 420 محل من 30 دولة، وأيضا اللي أيضا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 20 محل، بواقع طبعا 20 محل موجود هنا في هذا المعرض. نحاول أيضا نتعرف على مجموعة المحلات الموجودة هنا في المعرض، يعني الكماليات، المستلزمات، أيضا الأدوات الطبية، الملابس وغيرها الكثير الكثير. عموما وقفتي القادمة إن شاء الله تعالى تكون مع أحد المحلات طبعا المشاركين من مملكة البحرين، راح يحثونا طبعا عن أبرز الأشياء اللي عرضوها في محلهم هنا بالسوق الاستهلاكي. معنا محمود بن علي رمضان صاحب محل لؤلؤات البحرين من مملكة البحرين. مرحبا بك معنا الأخ محمود ومساء الخير. يا مرحبا بك. مساء الخير، كيف الحال؟ يعطيكم العافية، كل عام أنتم بخير، مبروك عليكم السنة الجديدة. احنا أول مرة ننزل هذه الأشياء المعروضة، الأسماء مطلية بالذهب. طبعا احنا 6 سنين ل7 سنين مشاركين معاكم في مهرجان مسقط الدولي، وطبعا هذه الحمد لله توفقنا هاي السنة. المهرجان كان ما شاء الله عليه جدا جدا جدا. بما انكم مشاركين اكثر من 6 سنوات كذا في مهرجان مسقط وفي المعرض والسوق الاستهلاكي هذا على وجه التحديد، انا اسالك عن ايش الفرق، ايش اللي يميز هذه السنه عن السنوات الماضيه، وكيف شايف ايضا اقبال الجمهور على المحل وعلى ايضا اقتناء التحف والهدايا الموجوده في محلك؟ الحمد لله. طبعا الفعاليه هي بالنسبه للفعاليات، الفعاليات كانت حلوه جدا جدا جدا، والحمد لله في اقبال، وهي السنه غير عن السنين اللي فاتت، وخاصة على طباعة الصور وتفصيل الأسماء راح نتكلم عنها إن شاء الله تعالى. تخبرنا وتخبر أيضا جميع المشاهدين عن أبرز الأشياء والأدوات والمستلزمات الموجودة في محلك. طبعا في أشياء كثيرة جديدة منزلينها هاي السنة، طبعا كل سنة ننزل أشياء أجد وأجد وأجد. طبعا تحب أن نراويك الأشياء المعذورة؟ علي محمود خليك على الكاميرا بس. طبعا أهلين، فحاب أراويكم الأشياء المعروضة عندنا. فعندنا السيراميك والأكواب والأكواب السحرية، وعندنا الصخر، وعندنا الأرقام السيارة مال اللوحات، وعندنا المخدات والتيشيرتات والكفرات التليفون. حاليا منزلين الأشياء هذه للأسماء المطلية بالذهب، طبعا تيجي أساور. نخبر أيضا المشاهدين وجميع أيضا المتابعين لنا عن كيف آلية عمل هذه طبعا الأسماء المطلية بالذهب والفكرة بشكل عام. هذه شغل يدوي حسب الطلب، هذه شغل يدوي حسب الطلب، نفس ما قلت لك هاي نشتغلها باليد حرفية. ممكن أراويك بعض الأشياء الموجودة على أساس تأخذ فكرة سريعة.
ثواني بس يا محمد ثواني. طبعا احنا خليك معنا ما عليه، خلي بس هو لحد ما يوصل. بس احنا طبعا نتكلم اليوم عن هذا الموضوع، عن التحف والهدايا، اشياء جميله طبعا محمود، وهذه الاسماء المطليه بالذهب. يعني ما اعرف كيف الاسعار، هل تعتمد على يعني على ايش بالضبط يعني تعتمد الاسعار هذه محمود؟ هذه طبعا في بعض الاشخاص يعني يسوون الطلب، يحتاج تقريبا من اسبوع لثلاث اسابيع، تقريبا من اسبوع لثلاث اسابيع. هذه اول مره تنزل التسليم في نفس الوقت، الاسم انفصلوا في نفس الوقت، تقريبا ياخذ معانا نص ساعه الى ساعه، يعني تقريبا نفس هذه على الطلب في اي مكان تستلمه. بعد اسبوع يكلف تقريبا من 14 ريال ل 20 ريال في هذا الحدود. احنا الحمد لله توفقنا، نزلنا الاسعار والتسليم في نفس الوقت، تقريبا بيع من 12 ريال او 10 او 8. كيف شايف اقبال الناس على يعني اقتناء هذه الاسماء المطليه بالذهب؟ كيف شايف؟ والله الحمد لله، انا اول ما جيت سلطنه عمان كان عندي موظفين، بس مع الضغوطات والقوه المبيعات صار عندي 7 موظفين. ما شاء الله، الله يعطيكم الصحة والعافية محمود. ما أعرف الرسالة أو الدعوة اللي حاب توجهها من خلال برنامج هالمسقط لكل المتابعين لنا. حاب أوجهها لهم، وباقي للمهرجان أيام معدودة، إن شاء الله يجي يزورونا ونشوفهم على خير. وبارك الله فيكم، أشكر سلطنة عمان على كل شيء، وحاب أهديكم شيء حق صاحب الجلالة وسلطنة عمان وشعب عمان الكريم لو سمحتوا. ما عليه، اليوم محمود متحرك بشكل كذا ما عليه. طبعا نعم ان شاء الله يرجع بالسلامه ويعطيكم الف عافيه. تفضل اخي العزيز، سموحه منك. شكرا لك يا محمود. تفضل يا سيف، خلي معاك. شكرا اذا لمحمود علي رمضان، صاحب محل طبعا التحف والهدايا، صاحب محل لؤلؤة البحرين الموجود هنا طبعا موقعه في المعرض والسوق الاستهلاكي. خبرنا عن بعض الاشياء، الادوات، المستلزمات، التحف والهدايا الموجوده في محله. وطبعا هناك يا شريفه ويا حفيظ الكثير من المحلات الموجوده هنا في المعرض. اسمعني. نعم قولي. اريد اسمي، اريد اسمي شريفه واريده. خلاص انا ما اقدر اروح للنسيم بسبب البرنامج، خبره يكتب شريفه ويبه. هذا محمود، محمود خبره طبعا المذيعه شريفه تريد اسم بالمطلب الذهب اسمها. اوكي ان شاء الله يا اختي. حاضر. شكرا 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 لك شريفه. يا... اذا كل التحيه لكم، وايضا العوده اليكم، والكلمه اليكم يا حفيظ ويا شريفه. شكرا شكرا لك يا سيف، يعطيك العافيه يا رب. فعلا النسيم تحظى كذا بفعاليات جميله، وايضا بمقتنيات رائعه من دول مختلفه. شايف الصوره كيف حفيظه رائعه، اسر معبره وصور معبره، جالسين ومريحين وعادي، يعني الامور طيبه معاهم مع الاطفال، جدا رائعه. صوره ربما تكون افصح وابلغ من الحديث. نعم المهري، مساك الله بالخير. المهري احب اقول لك شيء. مساء الخير حفيظ، ومساء الخير ايضا لشريفه، وانت اسعد وقتك ولكل الزملاء. يا حفيظ، نعم. انا تعلمت اليوم كلمه فو. كلمة فو ايش؟ فو بالصيني. ثو؟ فو. فو فو يعني فو فوالة عندنا في عمان. سعادة وبركة. نحن في عمان فوالة. إذا سألتني الورقة اللي عندي وين الحرف يبدأ؟ ما أنا نسيت أسأله على فكرة. يعني ما أعرف كذا صحيح ولا. أنت تعرف حفيظ أجمل حاجة أنك تعلمت فو، لأنه هي عنوان أيضا ربطنا هذا، فوالة عمانية. يا سلام. جميلة هنا عندنا الله. في مهرجان مسقط وتحديدا في حديقة العمرات. حفيظ جميل أنه من خلال شريفة فعاليات مختلفة، جمعيات المرأة العمانية نوجلهن كل التحية من خلال هلا مسقط، قائمات بدور كبير في مؤسسات المجتمع المدني، ومن خلال مشاركات كل فعاليات في الولايات. وعلى فكرة كل ولاية عندها أي فعالية لا يمكن بأي حال من الأحوال أنه تكتمل هذه الفعالية إلا من خلال مشاركة جمعيات المرأة العمانية. جمعية المرأة العمانية هنا في العامرات أيضا كانت في الحدث من خلال المشاركة في مهرجان مسقط وللعام الثاني على التوالي. فاطمة بنت رمضان بن خميس بحجاج رئيسة جمعية المرأة العمانية في العامرات هي ضيفتنا في هذا الربط الجميل من هنا من القرية التراثية. أستاذة فاطمة مساء الخير. مساكم الله بالنور، أهلا وسهلا. أستاذة فاطمة جميل أن تشاركوا للمرة الثانية على التوالي، حدثينا عن مشاركة الجمعية. مشاركة الجمعية سنويا تقريبا، هي العام الثاني على التوالي. مشاركة بأخذ ركن في القرية التراثية مثل ما أنت شايف، عرض منتجات العضوات المشاركات في الجمعية بما تستطيع المرأة أن تقدمه، مشغولات يدوية، عندنا سعفيات، صناعة البخور، تطريز الملابس، الحنة العمانية،
جميع هذه الأشياء بتقوم بها المرأة، فهذا أبرز الأشياء اللي بتقوم بها المرأة العمانية في هذا المجتمع، فبنبرزها هنا في هذا الركن على أساس تعريف المجتمع بها وبما هي قادرة على أن تبرز هذه المرأة لينفعها مستقبلا إن شاء الله. الجميل أيضا أستاذة فاطمة إنه ركنكم في القرية التراثية، وبالتالي ربما من أبرز يعني أبرز الأماكن زيارة وأكثرها يعني أكثرها رغبة في الزيارة هي القرية التراثية لما تحتوي من كثير من الفعاليات المختلفة، وبالتالي أنتم قريبين جدا في القرية التراثية، فأتوقع إنه تستفيدون من زحمة الناس والجمهور والزوار للمهرجان. فجميل حتى أنتم في الجمعية تبرزوا أيضا، يعني نحن نشاهد يعني سعفيات أيضا معمولة بطريقة راقية جدا، فيها جهد فيها تقنية جميلة جدا، إنه رسالة للجمعية أنه يستفيدوا أيضا من المهرجانات لاستثمار كل هذه الجهود الذاتية، إبراز مواهبهم أيضا، لأنهم أساسا التحقوا في الجمعية بهالدورات، دورة السعفيات، دورات الخياطة والتبريد، دورات التجميل، دورات الحنة، دورات عمل البخور والعطور والملابس، جميعها هذه الأشياء التحقوا فيها في الجمعية، وبالتالي عطتهم يعني فرصة أن هم يبرزوا مواهبهم. طيب أيضا لاحظت هذا فاطمة أنه عندك في الجمعية يعني كل الأعمار، يعني حتى الطالبات طالبات المدارس وأيضا بناتكم متواجدات في الجمعية، ما هي الرسالة اللي تحبون توصلوها أيضا للجيل القادم؟ إحنا الله يسلمك عندنا هي جمعية المرأة، فهي تخدم المرأة بصفتها المرأة الأنثى، تمام، فاحنا بنأهلها من هي صغيرة، ما عندنا مانع، المهم انها تكون 18 سنة وعندها استعداد قابلية اساسا، لانه عمل تطوعي هذا، والهدف منه ايش؟ تعريف المرأة بأهمية العمل التطوعي اساسا وابراز مواهبها. كثير الحمد لله عندهم مواهب وقدروا ينموها، والحمد لله رب العالمين. سؤالنا الأخير أستاذ فاطمة، هل في زيارات للمرأة الخليجية والعربية القادمة إلى مسقط، يعني الزائرة للمهرجان، هل في نساء خارج السلطنة يعني ربما يعني يلاحظوا هذا الركن وبالتالي هذا يشدهم منهم يزورون؟ في حتى الحين في تواصل كان بينه وبين تقريبا في مجموعة من بنات في دولة الكويت، عرفوا عن الدورات المقامة في الجمعية ومن ضمنها السعفيات، والتحقوا عندنا عن طريق الهيئة، وفرت لهم يعني في حاجة وجايين عندنا وخذوا هذه الدورة معانا في الجمعية وأتقنوا الحب. أتقنوها الحمد لله، وهذا اللي عندنا السعفيات ما شاء الله عليهم، البنات بيعملوها وأيوة يعني تطريز أيضا حديث أكيد، يعني استفادة من الألوان أيضا الأشياء، يعني هذه حقيبة لهم طلبيات من الهيئة من الفنادق وبيقوموا بعملها، الحمد لله رب العالمين استفادوا، يعني ما انهم بس اخذوا هذه الصنعة او هذه كموهبة خلاص وتركوها ركنوها جانبا، لا بالعكس استفادوا منها، الحين هم اعتبروا ايش منتجات لشيء استفادوا منها في الداخل. اخر رسالة توجهها ايضا للعضوات المتابعات من جمعية المرأة العمانية في العامرات او كل العضوات الموجودات في السلطنة للجمعيات المختلفة، رسالة توجهها للمرأة العمانية. أوجه رسالتي بأن المرأة لا توقف، أبلغ يعني إنه الجمعيات مفتوحة لكل امرأة بأن تلتحق بهذه الجمعيات، تكون عضوة فيها، تبرز مواهبها، وبالتالي تكون لديها مهنة، لديها عمل منتج يساعدها في تنمية مواهبها ويساعدها في معيشتها وتستفيد هي ومجتمعها. فأهلا وسهلا بأي فتاة وأي امرأة وأي أنثى بشكل عام في الجمعية، سواء كان جمعية العامرات أو جمعية أخرى في عمان. أكيد الأستاذة فاطمة بنت رمضان بن خميس بحجاج رئيس المرأة العمانية، جمعية المرأة العمانية هنا في العامرة، شكرا جزيلا لك. الشكر لله، أحسنت. إذن هي رسالة للمرأة العمانية، هي رسالة شكر وتحية للمقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة الذي أفرد 17 أكتوبر يوم للمرأة العمانية، والمرأة العمانية هي مساهمة أكيد وبشكل فعال في التنمية العمانية. هكذا كنا معكم في زاوية المرأة العمانية التي بجانب أخيها الرجل تقوم بدورها الكبير في بناء عمان المجد والشموخ. شكراً إلى الاستوديو، يعطيك العافية محمد، وأيضا أشكر ضيفتك الكريمة فاطمة بحجاج، وأشكر أيضا أعضاء عضوات الجمعية العمانية بالعمرات أنهم أفردوا مساحة من الزي العماني، التقاليد العمانية في أفراحنا وغيرها، واهتمامهم بهذا الزي. ربما نغفل القيمة الثمينة لهذا الزي، بس السائح وأيضا الزائر للمكان هو يعرف قيمة هذه الأشياء ويثمنها أيضا ويقدرها، كون أيضا محافظين عليها وأكثر الأسر العمانية محافظة عليها. تسلم محمد، يعطيك العافية. شكراً حفيظ، ونتمنى أيضا الاستمتاع من الجمهور.
الجمهور الكريم لما تبقى من هلا مسقط. يعطيك العافيه. اذا محمد المهري خذانا في زاويه جميله. شريفه، من خلال الاعلاميين الحاضرين معنا في المهرجان كتبوا عن المهرجان، شد انتباهي عنوان جميل اللي هو في موقع عمون الاردني. في موقع عمون الاردني. عمون الاردني افردت مساحه الاعلاميه اخلاص القاضي، كانت معنا ضيفه في اولى الحلقات من برنامج هلا مسقط، حكايه عمانيه تختصر قيم السلام لشعب اخلص لوطنه وقيادته. هو كان عنوان لمقال طويل ربما 5 إلى 6 صفحات يعني أعطت هذه المساحة لوصف المفردة العمانية ومعالمها وطيبة الشعب العماني وإخلاصه لوطنه ووفاءه أيضا لقائده. حلو. إذا كثير من الأشياء الجميلة، دائما نحن حفيظ نقول هناك الكثير والكثير في هذا المهرجان، الجمعيات، المؤسسات العامة، المؤسسات الخاصة، التثقيف التوعوي لكل مجالات الحياة، للأسرة، للطفل، للبيت، للعمل، لكل شيء في هذه الحياة. من ضمن الأشياء التثقيفية الجميلة الرائعة والذي أيضا حرصوا على مشاركتهم في مهرجان هذا العام، وربما كانت عندهم أيضا مشاركات أخرى راح نتعرف عليها مع ضيفتنا القادمة مروة بنت إبراهيم الرحبية، وهي عضوة باللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية. مروة مساء شاء الله بالخير وأهلا وسهلا فيك في هلا مسقط. مساء النور. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. جميل، أرحب فيك أستاذة مروة في برنامج هلا مسقط. إحنا حديثنا راح يكون ربما بشكل أكثر حول مشاركتكم في مهرجان مسقط، لكن إحنا ما نحب نكرر ربما نوعية المشاركة. أكيد هي مشاركتكم معروفة في مؤثرات المخدرات وأيضا أمور مؤثرات العقلية، لكن ما هو الطريقة أو الأسلوب الحديث التي اتبعتوه وأيضا استفادة من وسائل التقنية الحديثة، مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها لتوعية الشباب والجمهور وزوار مرتادي الحديقة؟ بداية أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا. طبعا مشاركة اللجنة الوطنية دائما تهتم أنها تتواجد في المواقع اللي فيها التجمعات من أفراد المجتمع أو المجتمع المدني والجميع الفئات المجتمع. ففعلا مثل ما تفضلت انه هذه ما اول مشاركه تشارك فيها اللجنه الوطنيه لشؤون المخدرات والمؤثرات العقليه، هدفنا نوصل رساله لكل شرائح المجتمع. طبعا الرساله تختلف من شخص الى اخر، ان كان اولياء امور او اشخاص مؤثرين في المجتمع، اخصائيين او في مجال السلك التعليمي او التربوي نهتم فيهم، وايضا الشباب بالنفس. كل فئه من هذه الفئات ياخذ رساله مختلفه عن الاخر بحيث انه هو يقدر يوصل. طيب مروه، الواحد لما يسمع عن المخدرات او المؤثرات العقليه يجي في باله انه هذه آفة معينه قد ربما كذا تنتشي في الوطن العربي مو بس حتى في السلطنة. حرصتم على رغم مشاركاتكم المتكررة، لكن ما الجديد اللي قدمتوه هذه السنة وحرصتم على تواجده حتى تنفردوا عن غيركم وأيضا تنفردوا عن مشاركاتكم السابقة؟ طريقة توصيل المعلومة. مثل ما تفضلتي أنه مجرد ما الشخص يسمع هذا الاسم ينفر منه أنه أنا ما لي علاقة في الموضوع. بس طريقة تحبيب الآخرين في هذه الفكرة أو بهذه المعلومة بحيث أنه هو يأخذها ويوصلها إلى الطرف الآخر بطريقة إيجابية أكثر أو بطريقة صحيحة. في الركن حطينا ألعاب تقوية الذكاء أو المهارات الذكاء بحيث أن الواحد يتشوق، وأنتوا إيش ياسين تشتغلوا، إيش تسووا، إيش الهدف منها. جميل. كيف أنا أشغل وقت فراغي، لأن إحنا نعرف من أسباب الفراغ هي أحد الأسباب اللي تؤدي لهذا الطريق. نعم. وأيضا عندنا اللعبة المميزة اللي سويناها في هذا العام هي لعبة السلم والثعبان. يا سلام. يلعبوها الكبار والصغار. مشاركة مع بعض وفيها كلمات إيجابية. ما حسيتي في إقبال الناس؟ كثير كثير، يعني الكبار قبل الصغار حابين إنهم يلعبوا هذه اللعبة. ففيها نوع من الحركة ونوع من الأكتف، فالواحد يصير عنده أنا أريد أجرب. نعم. جميل. جميل. أستاذة مروة، اليوم نسمع نشوف في الصحف ونقرأ مروجي مخدرات ومؤثرات عقلية بشكل يومي، لما كنا نقرأ بشكل أسبوعي. أصبحت أيضا أمور تخوف أبنائنا أخواننا. يعني اليوم فعلا هل في ارقام ايضا مؤشر في ازدياد نسب متعاطي المخدرات؟ هو كل ما انا يعني بنيت حواجز قويه او اساس قوي
الارقام ما راح تطلع اكيد. ولكن في حال اذا انا اساسي من البدايه هش، هنا المشكله. حتى لو الكميه او اشتريها خلاص السوق بيتعب. لانه الاساس قوي وانبنى طبعا قوي، فهذا هو هدفنا. انه كل ما انا قدرت اتخذ القرار، كل ما قدرت اقول لا انا ما اريد، كل ما كان ابني عنده قابليه انه هو يواجه هذه الاشياء، عنده حصانه من الداخل، القيم والمبادئ موجوده. نعم الخيار الصحيح، الأصدقاء اللي يمشي معاهم، شغل وقت الفراغ، الهوايات، الحوار مع الأسرة، هذه كلها تحمي إن نحن نقلل من هذه الأرقام أو من هذه المسألة. إذن هي أسس وتوعية وتثقيف أيضا لهؤلاء الشباب والشابات، والواحد ما ينفر مثل ما قلنا، مثل هي تعتبر مرض، تعتبر أيضا آفة، تعتبر مشكلة معينة، ولكن هناك حلول، حلول مثل ما قلتي، يعني ملء الفراغ بأشياء مهمة جميلة، ألعاب. ما شاء الله نحن في السلطنة صار في جمعيات، في أندية، في منتديات، في لقاءات شبابية، في رحلات، وفي أيضا صناعات معينة. وأيضا أنا مثل ما الأخت اللي تكلمت، الأخت فاطمة بحجاج، لما تكلمت عن الجمعية قالت نحن ندعي الناس، ندعي المواطنات والحريم أيضا ليشاركوا، لأنه هذه الآفة لا تشمل الشباب فقط، الشباب بشكل عام، النساء وأيضا الحريم. كلمتك الأخيرة أستاذة مروة، لي خلينا نقول تفادي نوعا ما هذه المشكلة وأيضا انتشارها في المجتمع. أول شيء رسالة إلى أولياء الأمور، أنه نكون أصدقاء لأبنائنا، نحتويهم، نشاركهم اهتماماتهم، نعطيهم فرصة أنهم يقرروا عنا، ما دائما نحن نقرر عنهم. رسالة علاج. حلو، بما انك موجود هناك فرصة للعلاج، وايضا فرصة انك تطلع من هذه الآفة، وايضا تعيش في هذا المجتمع بطريقة سليمة وصحيحة، وربما تكون معافى ولا احد يعلم عنك. اذا الاستاذة مروة بنت ابراهيم الرحبية، عضوة باللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، شكرا لك لحضورك. الله يسلمك. اذا اشكرك ايضا على جهودك ودورك في نشر ثقافة العمل التطوعي، تقوم ايضا باعمال ربما هي جهود ذاتية منكم انتم وشخصية، مبادرة أيضا طيبة من اللجنة الوطنية للمخدرات والمؤثرات العقلية. يعطيك العافية، بارك الله فيك. الله يسلمك. أشكرك. إلى هنا مشاهدينا الكرام، نكون وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم. اليوم بدأنا العد التنازلي، كم يوم والسبت يكون ختام مهرجان مسقط، ويزدل الستار على كل فعاليات المهرجان في مختلف مواقعه وأمكنته. إذن ملتقانا في الغد يتجدد في حلقة جديدة وموضوعات مختلفة من خلال محطات ووصلات مباشرة وتسجيلية. إلى ذلك الحين نترككم في حفظ الله ورعايته. إذن تفاصيل الحكاية ما زال سردها رائع وجميل، من هنا من عمان تبهر، من هنا أيضا من مهرجان مسقط نقول هذا هو مهرجاننا، ها هي عماننا الحبيبة تزخر وأيضا تفتخر بهذا المهرجان بكل فعاليات الجميلة. تحية لكم مشاهدينا، وإن شاء الله لنا لقاء غدا متجدد بأنواع مختلفة من الأخبار وأيضا الفقرات وأيضا التقارير الجميلة والضيوف. إلى ذلك الحين هذه تحية من الزملاء سيف الفوري في النسيم، محمد مشرفي، وأيضا محمد المهري، والزميلة أمجاد، إن شاء الله ما أكون نسيت أحد، وأيضا تحية من مخرجنا راشد السابعي. إلى ذلك الحين في أمان الله.